مساء الخير ويا رب كل الخير على مصر وشعبها. بداية جديدة وبداية موفقة بإذن الله تعالى. يوم جميل وفعاليات طبعا احنا بنتابعها مع حضراتكم، وما زالت كلمات الحضور مستمرة في مؤتمر مصر الاقتصادي مصر المستقبل. مصر اللي وصلت رسالة للعالم كله النهاردة نقدر ننظم ونأمن حدث اقتصادي على أعلى مستوى، وفي المقابل رسالة من المجتمع الدولي لدعمهم أو اعترافهم بمصر سياسيا والمميزات الاقتصادية بتتمتع بيها البلد. طبعا كلمات النهاردة أثارت الإعجاب وإحساس كان صادق من الناس اللي قامت وتكلمت عن مصر النهاردة، من ناحية الأخوة، من ناحية المشاعر الصادقة، وقفهم بجانب مصر في الفترة اللي فاتت وقفهم جانبنا في الفترة اللي جاية إن شاء الله. طبعا كلنا عارفين وسمعنا موقف الكويت والسعودية والإمارات على لسان طبعا الحكام من خلال كلماتهم، و 3 مليار او 4 مليار دولار من الكويت، والسعوديه 4 مليار والامارات 4 مليار، لكن المساله مش مساله ارقام او فلوس، لكن في معاني وراء هذه المواقف. وفي المقابل محتاجين وعايزين نعرف ازاي مصر تستغل هذه البدايه وتستغل الدفعه اللي حصلت النهارده في انها تقف على رجليها مره ثانيه والاقتصاد المصري يتعافى. النهارده مع العرس الجميل اللي مازال مستمر، النهارده اليوم الاول، لكن يمكن احنا بنتابع من امبارح انه ده خلاص المؤتمر بدا ونجح بالفعل، لكن محتاجين نبني على هذا النجاح، محتاجين نفهم ايه الخطوات، طبيعه الخطوات القادمه باذن الله. النهارده معانا في الحياه اليوم زي ما قلت لحضراتكم في تغطيه خاصه على شاشه الحياه لداخل الاستوديو، خارج الاستوديو هيكون معانا بس مباشر وحي من شرم الشيخ مع زمايلنا وتغطيتهم للفعاليات اللي موجوده ولقاءات مع المسؤولين. لكن هنا في استوديو الحياه اليوم برحب بوجود المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. زي ما كنا بنتكلم الأولوية في المشروعات اللي شغال عليها البلد، الطاقة واكتشافات بترولية أو يعني شغل في هذا المجال هنحاول نفهمه ده مع حضراتكم من خلال وزير البترول الأسبق. برحب بحضرتك معنا يا سيادة الوزير، أهلا وسهلا. وبرحب كمان بدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهلا وسهلا بك يا دكتور عبد المنعم، أهلا وسهلا. دكتور عبد المنعم، اخد الاول الانطباع قبل ما نتكلم في التفاصيل، ايه رايك في اللي حصل حتى اللحظه؟ النهارده يعني يوم فرح للمصريين كلهم، يوم يعتبر يوم يعني تاريخي في حياه مصر. انا بعتقد المؤتمر دوت خطوه جاده وخطوه جيده جدا لوضع مصر وبدايه تنميه حقيقيه لمصر، مصر المستقبل، ايضا خطوه لجذب الاستثمارات واعاده الاستثمارات من جديد لمصر. احنا كان عندنا اشكاليه حجم الاستثمارات في 2009 2010 كان وصلنا 13 مليار دولار. كنا ساعتها بنقول احنا اقل مما ينبغي، ومقارنه بتركيا كان ساعتها 53 مليار دولار على ما اذكر. كنا ساعتها بنقول احنا قليلين، طبعا بسبب الاضطرابات السياسيه والاقتصاديه في 2011 و12 يمكن خفضنا 2 مليار، بدانا نعود تاني ل 4 مليار و4 ونص و5 مليار في سنتين اخر سنتين 2013 2014. فكان لازم يكون هناك حدث جلل عشان ازود بيه حجم الاستثمارات. احنا النظريه بتقول كل فعل له رد فعل، تمام. الاضطرابات الشديده والاقتصاديه والسياسيه اللي مرت بيها مصر في 2011 كان لابد من مقابل ليها رد فعل تاني او حدث كبير. النهارده الزخم والحدث الكبير والتفاف العالم حوالين مصر اقتصاديا وسياسيا، احنا بنقول لرساله للعالم ان احنا دوله جاذبه للاستثمار، دوله منفتحه للعالم كله، دوله لديها القدره بمشروعات ولديها القدره بافكار. النهارده احنا عندنا حاجه جديده ان الحكومه المصريه لديها رؤيه اقتصاديه محدده ب 35 مشروع بتقدمهم للاستثمارات فيها. ايضا اكثر من 20 او 25 مشروع هيتم تقديمه من القطاع الخاص. الناس برضه فاكره ان النهارده المؤتمر حكومه فقط، لا، في مشاركه من كثير من رجال الاعمال هيتم من خلال مناقشاتها من خلال ورش الاعمال اللي هيتم باذن الله غدا وبعد غد، هيتم مناقشه اكثر من 20 مشروع هتقدمهم القطاع الخاص في الدوله المصريه. يعني الناس اللي فاكره اللي كام مليار دلوقتي يعني مش دي نهايه المطاف، ده حاجه غير الشغل على المشاريع بقى بتاعت الدوله والقطاع الخاص. هذا بدايه الغيث، هذا تعتبر يعني نقول استفتاحيه، بدايه مجموعه من الدعم السعودي والكويتي والامارات، الكويت والسعوديه والامارات يعني تستمر في دعمها لمصر. السعوديه النهارده الدعم اللي قدمته ال 4 مليار هو عباره عن مليار وديعه في البنك المركزي، وده طبعا هيؤثر على
اسعار الصرف والدولار طبعا، والاحتياطي النقد هيزيد طبعا. ايضا مليار دعم او تمويل صادرات سعوديه لمصر طبعا على راسها النفط والبترول وما الى ذلك، و2 مليار عباره عن مشروعات. خلي بالك حضرتك ان السعوديه تعتبر اكبر دوله مساهمه بعدد الشركات. احنا برضو بنشرح للساده المشاهدين المليارات اللي تم الاعلان عنها تفنيدها وهتروح لفين بالظبط. احنا بنتكلم جزء منها ودائع في البنك المركزي، وجزء ثاني لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال مبادرات او مشروعات البعض منها اللي هيتم الاعلان عنها فيما بعد مستقبلا. ايضا الامارات 4 مليار، 2 مليار هيبقى وديعه في البنك المركزي، و2 مليار مجموعه من المشروعات والاستثمارات الحكوميه من خلال الصناديق السيادية لدولة الإمارات. نفس الكلام الكويت 4 مليار عن طريق المشروعات الاستثمارية اللي هتقدمها الكويت أو حكومة الكويت والصناديق صندوق التمويل الكويتي للدولة المصرية. طيب معلش برضه يا دكتور، المليارات دي هيتم استخدام جزء منها أو كلها في المشاريع اللي الحكومة المصرية متقدمة بيها، ولا برضه ده حاجة ودي حاجة تانية؟ لا، ديت الأجزاء اللي هتخش في الودائع دي خالص، دي ودائع لا غير الوديع. الودائع لا، دي هيتم استثمارها داخل المشروعات المصرية اللي بتقدمها الدولة المصرية اللي عددها 35 مشروع، وأيضا مشروعات تنمية محور قناة السويس اللي هيتم ليه حلقة وفي جزء منها مشروعات تنموية. طبعا طبعا دي هيتم خلال الفتره دي. ايضا انا بعتقد النهارده ان احنا حجم الاستثمارات اللي هيتدفق على مصر خلال المؤتمر ده، المؤتمر ده مش نهايه، المؤتمر ده بدايه لطريق طويل هنبدا فيه مجموعه من المشروعات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري. طيب ان احنا الهدف لا خليني بقى هنرجع للتفاصيل بقى المتعلقه بالنواحي الاقتصاديه والمليارات وما الى اخره، لكن برضو ارجع للانطباع الاولي يعني. معالي الوزير برضو شفت ازاي المؤتمر، الحضور، المشاركه الكثيفه، دي كلمات برضو الرؤساء والامراء. الحقيقه انا جاي يمكن يعني شفت الافتتاح قبل ما اجي، يعني فرحه طبعا غير عاديه، شعور بالفخر، شعور بان احنا دوله قادره على انها تعمل اي حاجه في الدنيا. الحمد لله. المؤتمر اللي انا شايفه ده بيدي رسائل، هو زي ما الدكتور قال ما هوش حاجه له بدايه، يعني مش نهايه ولا بدايه، لان كان في حاجات من قبل كده طبعا اتجهزت. هو مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري ودعم مصر بصفه عامه. الرسائل الجايه ان في جزء بيبقى دعم اقتصاد مباشره اللي هي في الودائع والاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وزائد المشروعات. سيادة الرئيس وقع امبارح بعض القوانين. الناس كلها بتسال مصر طول عمرها جاذبه للاستثمار والكلام ده، كان ايه اللي معطلنا؟ بعض الاجراءات والقواعد والقوانين اللي معطله للمستثمر. انا شايف الرساله النهارده ان مصر ادركت ايه المستثمر؟ احتياجاته ايه؟ الدوله قد يعني قررت ان احنا قابلين لاستيعاب هذا الحجم من الاستثمارات. في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هو 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 ادى المقدمه دي، عندنا وعارفين المشاكل وهنشتغل عليها وحلينا سياده الرئيس مس تماما ما يعطل الدوله المصريه عن استيعاب الاستثمار. مصر طول عمرها مركز جذب للمستثمرين، انما كان الحقيقه بيجي كانت مصر لفترات كثيره بنحب الاستثمار بس ما بنحبش المستثمر. النهارده الحكومه كحكومه، أنا من وجهة نظري الحكومة لا تملك، الحكومة بتدير لصالح الشعب وأرض الشعب. فلما اللي كان بيحصل قبل كده الحكومة كانت حاسة إنها بتملك الأرض، فبتبقى مستكترة قوي إنها تدي أرض، مستكترة إنها تدي فرص استثمار. النهاردة الرسالة واضحة، المستثمر مصري أو أجنبي نعرف يعني إيه استثمار. استثمار يعني ضخ أموال وراجل بيعمل عائد على استثماره. الأهم بقى النهاردة إن الدولة قررت هي عايزة إيه. الدولة هي حددت المشروعات اللي أنا عايزها. يمكن قبل كده في مشروعات كتيرة جدا استثمارية بتبقى لصالح المستثمر، هو اللي عايز يكسب، تبقى أجندة المستثمر مش أولوياتنا إحنا. يعني كانت الأمور مش واضحة، النهاردة في وضوح شديد جدا. صحيح. الدولة مقدمة 35 مشروع، منهم في مجال البترول والطاقة خمسة محددين. ده مش هو الآخر ولا ده النهاية، لا بالعكس، يعني النهاردة هنفتح هذا الموضوع. المؤتمر الاقتصادي النهاردة هو احتفال، انا حاسس ان احنا في فرح، يعني زي ما يكون والعريس والعروسه قريبين قوي، ولادنا الاثنين، فالفرح بتاع مصر كلها. مصر بتعلن علنا ان احنا دوله قابله للاستثمار وقادره على استيعاب. طيب بس المؤتمر برضو ما كانش الغالب عليه اللغه الاقتصاديه، لكن السياسه وعلاقتها بالاقتصاد والاتنين بيكملوا بعض. صحيح. برضو في مواقف الدول من خلال الكلمات اللي سمعناها، دعم مصر سياسيا، برضو حديث ولي العهد السعودي لما اتكلم على ازدواجيه المعايير ومكافحه الارهاب. صحيح. فكان كده في تمرير رسالات برضو من خلال الكلمات. بعتقد ان طبعا هو في جزء سياسي كبير جدا في المؤتمر،
اولا التفاف هذه عدد الدول النهارده يعني حوالي 90 دوله بتشارك في المؤتمر، حوالي 25 هيئه ومنظمه عالميه بتشارك في المؤتمر. الالتفاف ده حوالين مصر في الوقت الحالي ده دعم لرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم للدوله المصريه ككيان ان هم كلهم بيلتفوا حواليه. النقطه الثانيه انه الرسائل برضه اللي وصلت انه كنا بنقول فيه جفاء او حاله من الجفاء بين مصر والسعوديه بسبب او الاخر. النهارده وجود ولي العهد السعودي والمساعدات اللي تقدم بها السعوديه شعبا وملكا وحكومه ب 4 مليار ده بينفي قصه ان في نوع من انواع الجفا بين الاشقاء المصريين وبين الدوله السعوديه. ايضا وجود نهضه جون كيري بنفس الولايات المتحده الامريكيه وتمثيل رفيع من الشركات العالميه جاي ليه بقى؟ ده النهارده كمان حصل مفاجاه ليه كمان اخطا النهارده عند الحديث صباحا في على هامش المؤتمر، كان في افطار صباحا الساعه 9:30 صباحا، اخطا عندما قال ان الولايات المتحده بتدعم اسرائيل ثم ضحك ثم اعتذر ثم قال انا بدعم مصر. اللي في يعني القلب في القلب بيبان على طول. هو طبعا جاي يركب وجاي يشوف الاحداث من قرب طبعا، بالوجود انه امريكا بص امريكا بتتعامل بالمصالح ليس لا يهمها من يحكم ولكن يهمها المصالح والاستراتيجيه الاقتصاديه، ووجود علاقات استراتيجيه بين مصر وامريكا في الوقت الحالي واستمرارها ضمانا حتى لاسرائيل وضمانا للعلاقات ديت، وانها مش عايزه مصر تطلع من العباءه الامريكيه. احنا طبعا الحمد لله بدانا نطلع من هذه العباءه بتنوع مصادر السلاح بتنوع العلاقات الاقتصاديه، لكن هم عايزين يبقى برضه في لينك او في خط او في نوع من انواع التواصل المستمر. ايوه بس اذا كان موضوع المساعدات العسكريه لسه معلق فما بالك بقى طب انت يعني جاي ايه أعتقد يعني انا هبدا يعني انا ليا تعليق على وجهي. امريكا مدركه تماما ما هي مصر. طبعا هي ادركت النهارده ومن فتره ان القطار الدوله المصريه ماشي. هو هيلحق يعني مش هيلحق، هو الخسران لو بعت. فهم جايين لان هم ما لهوش مصلحه. الدولة واضح يعني الحمد لله النهارده واضح تماما قدر الدولة المصرية ايه، قدر التفاف الناس حواليه، قدر دعم الشركة. انا ما كنتش شايف من ناحية السعودية ما فيش جفاء. لا تم الاعلان يعني عن بعض الناس قالت كده، هي كانت ترويج فرصة لده هي كانت فرصة. جلالة الملك عبد الله توفاه الله، جه الملك سلمان، اي عاقل هيقول ان الدول علاقتها ما هيش علاقه شخص. صحيح. فهو كان يعني ده اثبات اكتر لان الكلام ده كان كلام غير 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 صحيح. غير قابل للتصديق يعني. طيب خلونا نكمل مع حضراتكم لكن نطلع لفاصل، بعد الفاصل مستمرين معاكم في الحياه اليوم ومتابعه للحدث اللي الحمد لله حتى هذه اللحظه اللي هنبني عليه بكل المقاييس نجاح وبدايه مشرفه لمصر بكل تاكيد. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في الحياة اليوم، وما زلنا بنتابع طبعا المؤتمر الاقتصادي وفعالياته. يمكن من فترة بسيطة أولا اللي بيتكلم دلوقتي حاليا هو المبعوث الرسمي لرئيس الصين، وقبله على طول كان موقف سلطنة عمان، وتم الإعلان على لسان طبعا يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان، وأعلن عن نص مليار دولار لمصر على 5 سنوات. أرجع لضيوفي هنا في الحياة اليوم، وبجد طبعا التحية للمهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق، ودكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه، مشرفينا، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايزه ارجع لمناخ الاستثمار دكتور عبد المنعم، لانه الرئيس النهارده في كلمته زي ما توقفنا عندها قبل الفاصل كان بيعبر على ان الدوله المصريه مدركه ان كان في صعوبات وفي معوقات وان احنا شغالين على حلها، واشار لقانون الاستثمار، وحتى كلمات الحضور برضو قالوا احنا اعلى معدلات الاستثمار مننا بالظبط، لكن عندنا بعض المشاكل. في رايك بقى التشريعات الاخيره والتعديلات كمان اللي لسه مطلوب نشتغل عليها تبقى عامله ازاي؟ بص يا فندم، اولا هو سياده الرئيس النهارده عندما تحدث على 3 محاور رئيسيه للدوله المصريه او يعني توجه الدوله المصريه اقتصاديا خلال الفتره القادمه. نعم. لكن خلينا نقول ان الاستثمار في حد ذاته مش هدف، الاستثمار ده وسيله عشان ازود التنميه وازود المشروعات وازود المصانع الموجوده للدوله المصريه. فلما تزيد المصانع هتزيد معدلات النمو، بدل ما تبقى 2.8 توصل ل 6% زي ما الدوله المصريه مخططه خلال 3 سنوات القادمه. عندما يزيد الاستثمار ويزيد حجم المشروعات اللي هتخش السوق المصري من جديد هيزيد معدلات التشغيل وهتنخفض معدلات البطاله اللي وصلت 13%.
ايضا الزياده ديت هتؤدي على تقليص او تخفيض الفجوه او الخاصه بالعجز الموازنه اللي تجاوز حوالي 32 مليار دولار. لو اتكلمنا عن الاستثمار او المحاور اللي اتكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تكلم ان هناك سياسات اقتصاديه وضعها الدوله المصريه او خطه 2030 للدوله المصريه عن المشروعات القادمه، عن الرؤيه الاقتصاديه، ودي برضو من يعني من دلائل او من بشاير ان احنا بدانا يبقى لدينا استراتيجيه، لدينا يعني نقول توجه عام. احنا كان عندنا اشكاليه ان كان معظم مجالس الوزراء لما يجي رئيس وزراء جديد بيغير الاستراتيجيه مباشره ويبدا من جديد. رئيس الوزراء كمال الجنزوري لما جه توشكا في 96 لغايه 2000، ثم ما جه رحمه الله عاطف عبيد لغى هذا المشروع او تم اهماله وتم اهدار هذه الاموال اللي تم صرفها في توشكا. وما الى ذلك يعني احداث كثيره، منها طلعه السلام، منها كثير، حتى المثلث الذهبي اللي احنا بنتكلم عنه اليوم هو كان مشروع فكره قديمه، لكن اليوم احنا بدانا نوضع استراتيجيه اقتصاديه لمصر. تكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ان احنا مخططين ل 2030. تكلم ايضا عن البيئه التشريعيه، ودي برضه بتلفت ان يعني الرئيس ملم بالاحداث الاقتصاديه المصريه، وان في مشاكل في الاستثمار. بدانا بيئه تشريعيه، احنا بدات بقانون الاستثمار اللي تم صدوره امس عن المزايا اللي هتتم منحها للمستثمر، وكانت التخوفات الموجوده للمستثمر بدانا من ضمن المزايا اللي هو عدم الملاحقه الجنائيه للمستثمرين، السماح ليهم بنظام الشباك الواحد، نقدر اخلص الاجراءات القانونيه واجراءات تاسيس الشركات والتراخيص، بدل ما كنت بقعد من 3 الى 5 سنوات 78 موافقه 123 خطوه. انا بكلم حضرتك ده كلام عملي، 123 خطوه داخل مصر من 3 موافقه 78 موافقه 123 خطوه من 3 ل 5 سنوات. ده اللي يطلع كان في مصر 3 سنين ترخيص بتاعه بتاع المصنع يبقى ده بطل العالم. وتفرق من مصر الاجنبي ولا لا؟ كانت لا، ما الاجنبي بيزود مده شهرين عشان حاجه اسمها الاستعلام الامني على الاجانب ويشوف ده وضعه ايه، فبيبقى الراس المالي الاجنبي والعربي مهدد شويه نوعا ما. ايضا المزايا اللي اداها له الاعفاءات من ضريبه الدمغه على العقود، من ضريبه المبيعات والغائها على السلع الراسماليه للالات والمعدات اللي بتخش سوق العمل وبتخش في العمليه الانتاجيه، ايضا السماح ببيع الاراضي وتملكها وتاجيرها وحق الانتفاع، ده يمكن ادى لرئيس الوزراء حق انه يدي يسمح باعطاء الاراضي بدون مقابل. ايضا السماح للمستثمرين بتحصين العقود اللي بينهم وبين الدوله المصريه. احنا الفتره اللي فاتت احنا ما شفناش اي عقود من 2011 حتى 2014 اي عقود تريبل بي اللي هي مشاركه القطاع العام والقطاع الخاص، نتيجه ان المستثمر خائف، لان ممكن اي حد يقول والله العقد ده فيه فساد، فيه شبهه فساد، فيبقى الاموال معلش بعدين المستثمر والمسؤول الحكومي طبعا ايدي مبتعشه. خلينا نكون طب خلينا نشوف المستثمرين بقى على الارض شايفين ازاي التعديلات التشريعيه الاخيره، اجواء المؤتمر، تعليقهم عليه، ايه المنتظر ان شاء الله، غير طبعا اللي تم الاتفاق عليه، لكن في مشاريع ثانيه زي ما قلنا القطاع الخاص هو اللي هيعلن عنها وهو اللي هيتولى التفاوض مع المستثمرين العرب والاجانب. اسمح لي معالي الوزير، طبعا هنرجع نتكلم على المشروعات خاصة بوزارة البترول، لكن نرجع لأجواء المؤتمر ونتجه بشكل مباشر لشرم الشيخ، وزميلي شريف بركات موجود هناك. طيب لسه ما هوش جاهز، لكن هنحاول طبعا نروح له على طول لأنه معاه لقاءات بعدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين، نعرف منهم انطباعهم عن اللي حصل حتى هذه اللحظة. أرجع لك يا معالي الوزير، بالنسبة لمشروعات وزارة البترول، وقلنا الأولوية هي المشروعات الطاقة والمنتجات البترولية نظرا للأزمة الموجودة عندنا في المسألة دي، فشايف إزاي برضو تقييمك للمشروعات اللي تم الإعلان عنها؟ يعني أعتقد المشروعات اللي هي محددة اللي دخلت المؤتمر ده جزء من كل موجود. برضو أحب أوضح في الأول، مصر لا تعاني أزمة توفير طاقة، مصر عندها أزمة تسعير طاقة. هو ده إحنا بننتج، بنستكمل احتياجاتنا من الخارج، الأسعار اللي كانت موجودة في الدولة، الأسعار المحلية بتخلي الدولة عندها صعوبة في توفير الاحتياجات المالية عشان تقدر، فاتكونت هذه الأزمة نتيجة سياسات طويلة جدا. أنا هقول مشروعين في الهيئة عرضاهم، مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط ومشروع مد خطين انتاج لغايه الصعيد. لو تشوفي الفلسفه في دول، الصعيد فيها مشكله في التوزيع دايما. كنا زمان بنودي المنتجات دي بالمراكب في النيل، حصل من حوالي 7-8 سنين تسريب لمركب بعض البراميل فتوقف النقل النهري، بقى النقل كله بري.
تخيلي كذا محافظة في الصعيد احتياجاتها مثلا 300 طن في اليوم بتنقلي بعربيات مئات النقلات بالعربيات الصهريجية. طبعا مشكلة يعني مزمنة ولن تحل. دايما بقى تخلي طريق الصعيد ده كذا محافظة وتأخير بقى ومشاكل بتكلمي في مئات العربيات المفروض تنقل كل يوم، فدي طبعا مشكلة. النهاردة مد الخطين دول هيحل المشكلة دي نهائي. يبقى تمدي بخطوط منين لفين بقى كده يعني الصعيد من آخر وصلة لغاية أسيوط أعتقد لغاية الصعيد بقى جنوب الصعيد في مصر. فانت هتحلي مشكلة توافر المنتج في محافظات الصعيد. تاني حاجة معمل تكرير أسيوط هيتعمل فيه انتاج عالي بنزين عالي الاوكتين، بتتكلمي في 2.5 مليار دولار. انا مش هقول ارقام لان مشروعات البترول كلها بتتكلمي في مليارات مكلفه في مليارات. انما العائد بتاعها مربح جدا، يا بيوفر لك خساره من اللي بتستورديه من بره يا اما بيكسبك مكسب مباشر. والدول اللي تبقى يعني او الشركات اللي تشتغل معايا في الحكايه دي مع تكلفه عاليه، بصي انت حضرتك عندك مشروع قابل للمكسب قابل للتنفيذ ليه سوق جوه البلد. النهارده المستثمر اقتصادي كبير، اتكلمي على 80 مليون واحد في مصر، السوق موجود، كل مستثمر عايز يجي لان هو بدل ما هيصدر بره في بلاد ثانيه هيبقى محلي الاستهلاك محلي موجود. عندنا مشروع قائم. انا النهارده هكلم ايجابي كله، بس ما اقدرش ما اقولش ان في مشروع قائم مشابه بقاله 7 سنين أو 8 سنين لم ينفذ حتى الان، اللي هو مشروع بتاع المصريه للاتصالات المصريه للتكرير اللي موجود في مسطرة. مشروع نفس الحكايه تقريبا. وايه اللي وقفه او ليه مش شغال؟ مشروع تطوير معمل التكرير. يعني هل في مشكله في السيوله ولا لا مشكله في الفكر والتنفيذ؟ لا النهارده معروض في المؤتمر الاقتصادي عارضينه وان شاء الله هيتنفذ. فاحنا بنتكلم النهارده بس هو كان ليه اصلا كان واقف يعني ليه اصلا كان شغال؟ في حاجات كتير كانت واقفه لاسباب مش عايزين نتكلم عليها النهارده. انما النهارده احنا بنعلن واعتقد الرساله واضحه جدا، من سيكون عنده النيه انه يعطل المشروع اعتقد التعامل معها هيبقى باسلوب اخر خالص. بقى لنا فتره جون كيري طبعا على الشاشه وزير الخارجيه الامريكي وكلمته، خلينا نسمعه مع حضراتكم ونرجع نعلق عليه. الاكثر عداله للثراء وذلك يتطلب الالتزام لتمكين الشباب للوفاء باحلامهم للوفاء بطموحاتهم وللنساء ايضا للنهوض بالحريه ومجتمع مستقل ونشط. وختاما إن مصر تحتاج لكي تنمو بطريقة شفافة. نعرف جميعا أن المستثمر الأجنبي يتطلب الضمانات للمساءلة والتأكد ضمان أن الإصلاحات شاملة وطويلة الأجل. مباشرة بعد تولي مهامي الرئيس السيسي أعلن مبادرات ضد الفساد ونؤيد حكومته بشدة في هذا الجانب. لا يتضرر أحد أكثر من الشركات، وبالمناسبة لا يوجد بلدا واحدا محصن أو أي بلد محصن لأي من هذه التحديات، ولكن لا يمكن أن يكون هناك ضرر أكثر من الشركات التي تحاول أن نجذبها لكي تتطور بالطريقة المطلوبة. وفي النهاية فإن التنمية الاقتصادية والتطور السياسي يمضي سويا، وهكذا تبني المجتمع القوي. النمو الاقتصادي يتشاطر فيه بطريقة كبيرة يسهل أي خلافات قد تتسم بها الانفتاح في الحكومات. وفي نفس الوقت فإن حماية الحقوق الفردية والإدارة للعدالة الغير متحيزة تؤتي بالجو المفيد للاستثمار وتأتي بالفائدة لكافة المصريين. نعم هناك تحديات والعديد منها قد أشير إليها من جانب متحدثين آخرين هنا، ولكن الطريق أمامنا بالتأكيد واضح تماما. وهكذا هو تصميم الولايات المتحدة لدعم تقدم مصر بأي طريقة نستطيع أن نقوم بها. أود أن أتقدم بكلمة في هذا الشأن، and that includes وهذا يتضمن in the effort to stand up and fight against والحرب ضد التطرف والإرهابي. الشيء الذي نعرفه هو هنا في هذا المؤتمر نقف بتباين تم للغاء الذي يمثلون، يودون التدمير ويعودوا بزمن إلى الوراء. نود أن نبني وأن نتقدم إلى المستقبل، وهذا ما يعني هذا المؤتمر.
And no political philosophy. لا يوجد فلسفة no سياسية. لا يوجد أي جيولوجية. No politics. أو أي سياسات. And certainly no religion. وبالتأكيد لا دين أيضا. Can excuse the grotesque, يجد عذر لهذا الفوضى الفظيعة التي يثيرها هؤلاء المتطرفين. لا يوجد أي عذر لقتل النساء الأبرياء والأطفال والقرى. لا يوجد أي عذر لذلك. So that's what makes this, frankly, this conference so important. هذا المؤتمر بالغ الأهمية. هذه هي الأدوات الأهم في أدواتنا حتى نتمكن من أن نتقبل هذا المستقبل. من خارج هذا المؤتمر يجب أن يأتي التزام متجدد للتمكين الكامل للرواد المصريين الشباب وتوفير الفرص الأفضل الأوسع. ليس فقط لبعض المصريين ولكن لكافة المصريين. وإنني أعدكم مباشرة من الرئيس أوباما ومن إدارته الالتزام الكامل للولايات المتحدة خلال هذه الرحلة تجاه الأمن الرفاه المشترك والسلام الذي يرغب فيه ويستحق الشعب المصري. وشكرا. السيد خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسبانية مينيسترو دي توريمو انرجيا. Your Excellency, President السادة. of the سعادة. Arab Republic of Egypt, Your Majesties, Your Highness, Prime Ministers, السادة معالي رؤساء Head الوزراء of, ministers, ladies and gentlemen, السادة الوزراء السيدة First والسادة. Of all, let me أولاً. Express you all on behalf of the Prime Minister of the Government of Spain, عن حضراتكم Mr. Mariano Rajoy, السيد موريانو راهوي رئيس وزراء أسبانيا وكامل اعتذاره على عدم تمكنه من الحضور إلى هذا المؤتمر المهم held in Sharm el-Sheikh الذي يعقد في هذه الأيام في شرم الشيخ Secondly, في مصر. On behalf ثانياً of the president of our government Mariano Rajoy عن رئيس حكومتنا ماريانو راهوي اسمحوا لي ان اعبر عنها لحضراتكم ولفخامه رئيس عبد الفتاح عن تهنئتنا القلبيه العميقه لهذه المبادرة التي تعتبر Egypt, مبادرة مهمة لمصر وأيضا هي مهمة لكل المنطقة well ولكنها أيضا مهمة لكل العالم. طيب من المهم ان احنا نعلق على كلمة وزير الخارجية الامريكي جون كيري لان فيها رسائل كتيرة سواء رسائل سياسية او اقتصادية تجاه الوضع في مصر ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام. احب اسمع تعليقك يا معالي الوزير عن وهو بيتكلم على دعمه لارادة مصر ودعمه لحكومة مصر والاصلاحات الاقتصادية اللي بنقوم بيها وبرضه رؤيته للارهاب وانه ملتزم التزام كامل وبينقل الكلام على لسان اوباما تجاه فرض الامن في المنطقة. يعني اعتقد ان ما قام به السيد الرئيس الفتره اللي فاتت دي احنا بنتابعه من يونيو اللي فات. الرئيس عنده طريق ماشي فيه الحقيقه ولا يلتفت للكلام الكتير اللي بيحصل بره. فالعالم بيحترم القوي بيحترم الاستابيليتي اللي هي الانسان ماشي عارف عايز ايه. فهم اللي جم يعني احنا يمكن علقنا قبل الفاصل. هو لازم يتجوين لازم يجي ويبقى ليه دور يا اما هيبقى هينتهي دوره في المنطقه وهم غير قادرين على يعني رفاهيه البعد عن الشرق الاوسط. مصر هي محور الشرق الاوسط رضيوا او لم يرضوا في اضعف حالات مصر ما هي محور الشرق الاوسط. بس هل انا ممكن اقرا ان ده كلها مواقف معلنه حاجه للميديا حاجه شو لا لكن لا ما في واقع الامر في تغيير واضح في السياسه ابتدى احنا ابتدينا نحس بيه تغيير واضح في السياسه. انما هم عندهم يمكن عدم القدره على الاعلان الصريح معلش احنا كنا غلطانين لا ما حدش بيطلب كده انما اعتقد السياسات هيبان ان هم
الطريق واضح، مصر مقررة النهاردة الكلام ده كله واضح، مصر مقررة طريقها إيه، العالم كله معاكي، الصين وروسيا والعرب يعني غير المكاسب الاقتصادية إحنا برضو في مكاسب سياسية من وراء المؤتمر. وده الأهم، المؤتمر الاقتصادي النهاردة هو احتفالية أكتر من أنها مؤتمر اقتصادي لتوقيع اتفاقيات. أعتقد النهاردة هي رسالة واضحة تماما، كلنا شايفينها، العالم كله شايفها، مصر مختلفة، مصر ما فيش دولة زيها في المنطقة، ما فيش دولة تقدر تعمل ده مهما كان غناها. تمام. طيب نرجع نتكلم على مشروع البترول والطاقة، بس برضو دكتور عبد المنعم، كلام جون كيري وبرضو غير الموقف الرسمي للولايات المتحدة، وأنا بتكلم بقى على الاقتصاد، أرجع مرة تانية رجال الأعمال الأمريكان، كان في أكبر وفد برضو من رجال الأعمال الأمريكان زار مصر مؤخرا، فدي برضو كانت ليها دلالة مهمة. كان حوالي 61 شركة زارت مصر خلال الفترة الماضية، تكلموا عن مشروعات خاصة بالطاقة، تكلموا عن مشروعات خاصة ببعض الصناعات يتم عملها في مصر خلال الفترة القادمة. لكن كلمة جون كيري النهاردة يعني هي كلمة مؤثرة، تشعر وكأن هذا الرجل يعني إيه بيقول إن إحنا معاكم من أول، وإن هو محب لمصر، الواحد يعني عينه دمعت صراحة من الكلمة الجميلة اللي قالها الأخ جون. لكن هو في الآخر إحنا خلينا نقول ننظر إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، هل هتتغير ولا لأ؟ إحنا عندنا نوع من أنواع التوازن، احنا ماشيين في خطنا زي ما تفضل معالي الوزير قال، في هدف احنا شايفينه اللي هيلحق بهذا القطار المصري هيلحق بيه وهيركب فيه خير وبركه، اللي مش هيلحق فيه القطر هيدوسه. خلينا نتكلم بصراحه بقى، نرجع بقى تاني للمحاور اللي اتكلم عنها الرئيس النهارده الاقتصاديه، منها البيئه التشريعيه، تكلمنا عن البيئه التشريعيه اللي هو قانون الاستثمار، تكلم عنه والمزايا اللي بيتم تقديمها قانون الاستثمار، لكن برضه خلينا نقول انه قانون الاستثمار مش لوحده، اللي هو بنعول عليه اهميه الاستثمار او جذب الاستثمار او تصليح وتهيئه المناخ وبيئه الاعمال والاستثمار في مصر. عندنا مجموعه ثانيه من القوانين من المفترض تعديلها تغييرها عشان تتواكب، منها قانون العمل، التنظيم العلاقه بين العامل وصاحب العمل. احنا عندنا اشكاليه في هذه النقطه، خلينا نتكلم بصراحه، العامل يعني ظالم ومظلوم، ما لا يحصل على حقوقه كامله، والعلاقه ما بين العامل وصاحب العمل فيها نوع من انواع يعني ايه التحدي شويه نوعا ما. ايضا قانون التامينات، عندما تكون التامينات الاجتماعيه في مصر 40% من قيمه الدخل الاساسي فتعتبر قيمه عاليه، بيهرب منها معظم المستثمرين انه بيحاول يخفض قيمه المرتبات الموجوده فعليا فيها. ايضا قانون الافلاس، عندما تكون هناك شركات في مصر اجنبيه او مصريه، عندما يتم افلاس هذه الشركه وتحاول الخروج من السوق المصري، كان في مشكله بتتعرض لي يعني على الاقل سنتين وثلاثه عشان تخرج، تحويلاتها او فلوسهم يعني تبقى التحويلات لا، تم الاعلان وصراحه عليها ان هيتم ان سهوله تحويل ودخول وخروج الاموال، ده في قانون الاستثمار احد المزايا واحد الضمانات للمستثمرين. استكمالا بس للبيئه التشريعيه، ان احنا بنقول مصر قادره على يعني جذب الاستثمار، لكن احنا عايزين نهيئ البيئه التشريعيه. المحور الثالث اللي اتكلم عنه الرئيس النهارده، المشروعات التنمويه اللي تعتبر بمثابه قاطره التنميه، مشروعات بقى متناهيه الصيغه، قناه السويس، لا انت بتتكلم على مشاريع، على مشروعات الدوله، مشروعات الدوله والمثلث الذهبي، تنميه الساحل الشمالي الغربي، اعاده احياء مشروع توشكا من جديد، المشروعات دي وال 4 مليون فدان اللي يتم استصدار يعني استصلاحهم واستصدارهم خلال فتره قادمه، ربما يكون هناك في مشروع، احد المشروعات اللي مقدمها وزاره الزراعه هيتم مناقشته يوم الاحد في احد ورش الاعمال، زراعه مليون فدان على مجموعه من الاراضي. كل المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها وبنطمح انها تتحقق باذن الله معالي الوزير مش هتتم الا وانت عندك مصادر طاقه، فعندنا ازمه في الطاقه، ومن ايام برضو حضرتك بتقول لي لا احنا عندنا مشكله النور بقطع، حضرتك قلت لي لا في السعر مش في التسعير، لو الاسعار حره ما كانش هيبقى عندك ازمه، لان في دول لا تنتج، اليابان لا تنتج، اوروبا كلها لا تنتج، انها ما عندهاش ازمه طاقه لانها بتبيع زي ما بتشتري الدوله. احنا مصر بنبيع بعشر اللي بنشتري بيه، في احسن الاحوال بنبيع ب 30% من سعر السلعه اللي احنا جايبينها من بره. ندخل ايه، ما هو قطاع البترول؟ ايوه بس احنا بنجيب من بره ولا عندنا؟ يعني مثلا لما اتكلمنا من يومين على بريتش بتروليوم وتاني اكبر حقل للغاز، وكان قبلها بندور هنجيب الغاز من قبرص ولا حتى من اسرائيل. هقول لحضرتك الاصل في الموضوع، اتفضل، الدول لا تنتج، ده الاصل في الموضوع. 90% او اكتر من دول العالم لا تنتج بترول وغاز. ليه عايز تحتفظ بالاحتياط يعني؟ لا تنتج، ما عندهاش بترول وغاز خالص، ما عندهاش احتياطي اصلا، ما عندهاش بترول وغاز، فالازمه اصلا بتستكمل احتياجاتها منين؟ من السوق. مفهوم. في دول بتنتج وبتبيع في السوق، عشان كده في سعر معلن للبرنت وفي الكلام ده كله. تمام. احنا مصر حباها ربنا بثروه بتروليه. انما انا طالب يعني اطالب بقى من ربنا يديني عشان استعمل احتياجاتي كلها.
في جزء بننتجه وجزء بنستورده. الأزمة خلال السنين اللي فاتت جت من الجزء اللي بنستورده، لأن احنا بنستورده بالسعر العالمي المعلن وبنبيعه بالسعر المحلي. حصل جاب كبيرة حصل. احنا بنتكلم النهاردة على مصر، هل مصر عندها بترول ولا ما عندهاش؟ أنا هعلق برضو سيادة الرئيس في كلمته حاجة، أنا بتاع بترول بقى، قال إن احنا ملتزمين بسداد المستحقات الشركات، كلمة مهمة جدا. وفعلا بدأ هقول كلمة شهادة برضو، أنا كنت من 2011-2012 موازنة 2011 في عز ظروف الثورة وبعد الثورة، الشركاء الأجانب أنفقوا في مصر في السنة المالية دي 8.6 مليار دولار على عمليات الاستكشاف الإنتاج والتنمية في البترول. كان في عز الوقت الصعب جدا ده الشركاء الأجانب، لأنهم موجودين هنا من 30 سنة و40 سنة و50 سنة، هم شركاء موجودين عشان الإنتاج. البترول صناعة ما ينفعش صناعة محلية، ما ينفعش أقول إن النهاردة هصرف كل الكلام ده. احنا بنتكلم من المشروعات اللي موجودة أعلنت في المؤتمر، إنما هي موجودة من قبل كده، مشروع تنمية حقل شمال إسكندرية في البحر المتوسط، ده من 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 بداية جيدة جدا. مصر فيها بترول غاز كتير جدا في البحر الأبيض المتوسط، إنما موجود في المياه العميقة غاز صعب جدا. نحاول بقى ننسى إن الغاز رخيص، احنا بنتكلم من سنين طويله الغاز ب 2 دولار ونص او 2.65 تكلفته اللي بندفعها للشريك الاجنبي في حصصه. النهارده ما فيش الارقام دي، في اكتر. اتفاقيه شمال اسكندريه حد اقصى سعر الغاز 4 دولار. النهارده في الجو بتاع 50 دولار لبرنت، سعر الغاز مصر هتشتريه من الشريك الاجنبي كام؟ قاول ب 3 دولار. لازم لما اجي اقول كده بقى اقارن، طب انا البديل بتاعي ايه؟ البديل بستكمل احتياجاتي من الخارج، بستورد مازوت او سولار او هستورد غاز، اكيد هيبقى قد كده 3 اضعاف أكتر. فلازم يبقى قدامنا البديلين. صحيح، كل برميل بنتجه محلي بوفر قصاده برميل بستورده من الخارج ب 50 دولار النهارده، هيرجع 60-70، كان ب 100 من حوالي كذا شهر. فالنهارده في مشروعات بحث واستكشاف، الشركات الاوروبيه والشركات العالميه كلها كانت موجوده، حتى لم يعلن الكلام ده لان ده بيصدر بقوانين خاصه، مجموعات من انجلترا كانت موجوده، من ايطاليا كانت موجوده، كلها بتتكلم. طب انا عايز اقول لك على بعض الكلام، يعني ما اعرفش دي حقائق ولا تم الترويج ليها، او يعني انه مثلا الغاز الطبيعي قدامنا كام سنه، 10 سنين وينضب مخزون مصر، انه لا من الافضل اتجه للاستيراد ولو كان عندي حاجه يعني اسيبها للاجيال اللي جايه، وفي دول بتشتغل على كده انها لا ما فيش دول بتشتغل على كده خالص، يعني اتقال لك مثلا اسرائيل بتعمل كده، امريكا متجهه لكده. اسرائيل بتعمل كده ليه؟ والناس كلها بتقول اسرائيل لقت غاز جنبنا واحنا ما لقيناش، احنا عندنا بس ما دورناش عليه. وبنبص اسرائيل لقت ليه وقبرص لقت ليه، عشان هم ابتدوا يشتغلوا قبل ما احنا نشتغل. الدراسات اللي في البحر الابيض، المياه الاقتصاديه المصريه تمام. الخالصه تمام. دراسه صدرت سنه 2008، طول مصر فيها 234 تريليون قدم مكعب غاز، ما هوش احتياطي، هو ده بوتنشال، يعني ان شاء الله فرصه واعده موجوده. المنطقه الثانيه بقيه البحر الابيض كله بيتكلموا على 128، فمصر عندها تقريبا ضعف اللي موجود. البحر الاحمر اكتشافات النهارده يوم اكتشافات تم الاعلان عنها، بريتش بتروليوم لسه امبارح على فكره، الاعلانات اللي بيعلن عن الاكتشافات البتروليه هي الشريك الاجنبي طبعا، مش الجانب المصري. طب ده معناه ايه؟ معناها احنا كنا عايشين في وضع من الوسواس القهري، كلنا غلط وكل حاجه بتتقال غلط، فكان في توجه لا الشريك الاجنبي ده هو اللي يعلم، هو اللي بيعلم، عشان يعني ما يبقاش مجال التشكيك. يعني احنا لازم ننتهي بقى من موضوع الشك يعني لازم نثق في بعض شويه، لان الامور لا تحتمل خلاص اكتر من كده. هبقول لحضرتك التفيد بي بي هينتج 1000 مليون قدم مكعب غاز، احنا النهارده بننتج حوالي 4000 وشويه 5000، المفروض ننتج اكتر من كده. ال 1000 ده يعني 30% من الانتاج الحالي، يحل لك مشكله. صحيح، انما انا هاجي النقطه اهم، هل الصح ان انا الغاز اللي هنتجه ده هنتجه عشان كهرباء بس؟ اكيد لا. النهارده من المشروعات المقدمه من وزاره البترول مشروع بتروكيماويات. تمام، البتروكيماويات عشان حضرتك تبقي متخيله، المليون قدم مكعب غاز لما بيروح للكهرباء بنحرقه عشان نطلع كهرباء، لما بيروح للبتروكيماويات بيعمل 30 ضعف قيمه مضافه. في دوله وقيمه مضافه ربنا يعني الحمد لله انعم علينا بكل الوسائل اللي تعمل طاقه، مش بس البترول والغاز. تمام، طيب معلش خلينا نرجع نكمل النقطه دي، لكن بنحاول بس نتواصل مع زميلنا شريف بركات، فان شاء الله يكون الاتصال جاهز مباشر من شرم الشيخ. شريف تمام، شفتوا على الشاشه شريف ومعاه لقاءات مع عدد من رجال الاعمال السعوديين. نتجه ليك يا شريف وتفضل ابدا لقائك، ويهمنا طبعا نعرف برضو منهم هم شايفين الاجواء ازاي، نقدر نقول مش مؤتمر دي احتفاليه، وبرضو ازاي تابعوا التعديلات التشريعيه، رؤيتهم لمناخ الاستثمار في مصر، يعني كل ما يتعلق بالمؤتمر طبعا مع ضيوفك يا شريف، اتفضل.
شكرا ليك يا لبنى. اهلا بكل مشاهدي قناة الحياة ومشاهدي الحياة اليوم بالتحديد. انا زي ما كنت مع حضراتكم في بداية اليوم وهذه التغطية المباشرة بنكمل مع حضراتكم هذه التغطية بعد ما استمعنا الى الكلمة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة ايضا الاصحاب السعادة والفخامة والسمو. معايا على يميني وعلى شمال يا لبنى السيد هزاع بكر القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة أمد للاستثمار القابضة السعودية المصرية. مرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. والحياة اليوم مباشرة على الهواء مع زميلتي لبنى عسل. أيضا برحب بالسيد سعيد بن سالم السويدن رجل الأعمال الإماراتي وأحد كبار رجال الأعمال المستثمرين في مصر وجدير بالذكر فيه كده نقطة صغيرة يا لبنى إن السيد سعيد بن سالم قاد مسيرة من مطار شرم الشيخ إلى قاعة المؤتمرات في حب مصر ودعما للاقتصاد المصري. كيف يرى المستثمرون العرب، كيف يرى المستثمرون الخليجيون بالتحديد المؤتمر، كيف يروا الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف يروا المنح والمليارات التي قدمت من دولة من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات ومن دولة الكويت؟ كل ده هعرفه أكتر بالإضافة طبعا للبيئة التشريعية وقوانين الاستثمار. هبدأ مع حضرتك مباشرة، إزاي تابعت المؤتمر النهاردة وإزاي شفت اللي حصل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي لخصت الرؤية السياسية والاقتصادية والأمنية والقوانين الاستثمار؟ الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم كان الافتتاح، هذا افتتاح يعني كبير وعظيم يعني لجميع الدول، مش بس مصر الشقيقة مصر، لا لكل الدول العربية وبرضو الأجنبية. يعني كان الافتتاح رائع جدا، ودائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل صاحب كلمة وصادق في كل ما يقول، ودائما احنا نتوقع منه الأحسن والأفضل. فإحنا فعلا يعني كنا قبل لا نسمع الكلمة في دخوله علينا حسينا بنوع من الحب والاحترام والرهبة لهذا الرجل. وبعد ما ألقى الكلمة قبل الكلمة يعني ابتدينا بالتصفيق الحار، ما أعرف كم 3 أو 5 دقائق يعني ما كنا نحسب الوقت، لكن حسينا أنه كان يعني شعور كان قوي، مش بس لمصر. مصر صح أن فتحت أبواب الاستثمار والتجارة واستخدمت العرب والأجانب من أجل تنمية مصر، لكن إحنا كتجار برضو يعني حسينا أن إلنا دور ومساهمة زين في الاستثمار هذا. وإحنا الحمد لله رب العالمين نتقدم جزيل الشكر والاحترام إلى فخامة الرئيس والدور اللي قام فيه بالنسبة للمؤتمر، ونشكر الشعب المصري الذي استضافنا وحضننا. راضي عن هذا المؤتمر؟ نعم، وراضي عن هذا، نعم، التنظيم جدا. وراضي عن ما سمعته جدا. طيب خليني أتوجه لحضرتك السيد هزاع بكر القحطاني. عايز أكلم مع حضرتك على قانون الاستثمار والإصلاح التشريعي اللي تم واللي سمعته واللي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لأي مدى بيخدم المستثمر العربي؟ حضرتك ليك استثمارات هنا في مصر من سنوات، من قبل النظام الموجود والنظام السابق وربما هو النظام السابق والأسبق. إزاي شايف قوانين الاستثمار؟ خطوة مهمة ومهمة جدا. تطوير الاستثمار يجب أن أنظمة الاستثمار يجب أنها تخضع دائما للمراجعة وأيضا محاولة حل المشاكل إذا كان في مشاكل. وأنا أعتقد أنه أكثر المشاكل اللي كانت موجودة مشاكل إجرائية، فبالتالي أي تحديث مهم جدا للنظام وبيئة الاستثمار بشكل عام. لكن أيضا المهم ليس النظام نفسه، المهم تطبيق النظام. يعني المهم بالنسبة لحضرتك تفعيل القانون وأيضا الوضوح. أنا أعتقد أنه من المشاكل اللي كانت تواجهها تداخل الصلاحيات بين بعض الجهات، فكرة الشباك الواحد فكرة تحل كل المشكلات، لكن أيضا الصلاحيات يجب أنها تكون مركزة في جهة واحدة بدل أنها ما تتداخل بين بعض الجهات في بعض المشاريع في بعض التراخيص. فهذه من الحاجات المهمة الوضوح فيها وبالتالي توضيح الصلاحيات بشكل عام. موضوع إجراءات التقاضي، وياريت يا لبنى لو أنت كمان معانا، ياريت لو حابة أنك أنت تشتركي معانا وتوجهي سؤال لضيوفي.
اكيد هنحب نسمعك وهما كمان يحبوا يجاوبوا، بس هتكلم مع حضرتك على اجراءات التقاضي وتسهيل اجراءات التقاضي. شايف ازاي الموضوع بالنسبه لكم كمستثمرين بقى اكثر اريحيه؟ والله شوف طال عمرك احنا بالنسبه للتقاضي والقوانين كل اللي انطرحت يعني احنا سمعناها لغايه الحين من الفضائيات وليس شيء رسمي، يعني احنا سمعناه مثلا من الوزراء او كمسؤول يعني او الا على طريقه التلفزيون والمقابلات، وعن طريقه التقاضي احنا الحمد لله رب العالمين ما صارتنا اي مشكله. بعض المشاكل صارت ايام الثوره والحمد لله رب العالمين احنا تجاوزناها بمراحل، كل الامور ميسره لنا. وهذا الشيء احنا شجعنا قبل المؤتمر يعني ان ناخذ مشاريع اكبر واكثر يعني باسم مجموعه النبراس باسم الاماراتيه. ايه المشروعات اللي حضرتك ناوي تستثمر فيها؟ لا انا عندي مشروعات كبيرة. انا عارف ان في مشروعات كبيره وقديمه. لا تاجر كبير انا هنا مصر من زمان مش من اليوم. بس الجديد في مصر ايه اللي حضرتك المجال او اللي حضرتك إيه الجديد اللي احنا دخلنا بثلاث مشاريع جديده. ثلاث مشاريع جديده منها مشروع الطاقه الشمسيه. ممتاز. طبعا من بعض ومعانا شركاء اخواننا من مصر هنا يعني كانوا معانا مشروع مصر بعدين احنا عملنا مش بس مشروع ان نجيب لا احنا نصنع الطاقة الشمسية هنا في جمهورية مصر العربية في اسكندرية. ممتاز. وعندنا ثلاث مصنع للحديد. مصانع حديد يعني وكذا يعني الحمد لله رب العالمين برضه في الاسكندرية. انا شركائي وداعميني واصحابي واخواني كلهم اكثر من اسكندرية مصري. طيب للأسف الصوت قطع عننا، لكن طبعا سمعنا أفكار مهمة ومقترحات ورؤيتهم للوضع في مصر، الوضع الاقتصادي والتشريعات الجديدة. وروح هنا للدكتور عبد المنعم، لأنه زي ما حضرتك سمعت اتكلم على أنه كان عندنا بعض المشاكل، لكن لما فندها كده أنه قال فيما يتعلق بالنظام مش مهم النظام على قد تطبيقه، يعني مبقاش عندنا قانون لكن لا يطبق على الارض، والنواحي الاجرائيه كمان اللي اتكلم عنها ودي مطالب المستثمرين ما يكونش فيه تعقيدات. برضو ايه تعليقك على هذا الكلام، وهل التعديلات اللي عملناها تلبي طموح المستثمر ولا محتاجين شغل زياده؟ التعديلات اللي تمت في قانون الاستثمار الموحد لا تلبي الى حد كبير حوالي 70-80% من التعديل من رغبات المستثمرين. لكن خلينا نقول ان المستثمر عامه بيحتاج ايه؟ بيحتاج ثبات في السياسات الضريبيه. ما ينفعش النهارده يعمل دراسه الجدوى بتاعته على ان الضرايب 20% مش اعفاءات ضريبيه. لا لا خالص ما يهمهوش الاعفاءات على قد ما الثبات. الناس اللي بتنادي بالاعفاءات الضريبيه هذا خطا بين لسبب. معظم الاتفاقات الدوليه اللي مصر موقعه عليها ما بين مصر وبين عدم الازدواج الضريبي لو ما دفعش الضرايب عندها هيروح يدفعها في بلده على نفس المشروع اللي بيقوم في مصر. يبقى اولى بينا بقى هنا. المستثمر الحقيقي ما بيطلبش اعفاءات ضريبيه ابدا. خالص بالعكس. بالعكس. ده بيحسب بس هو عايز ثبات في السياسه الضريبيه. ما ينفعش انا اقول ب 2011 20% ثم تزيد ل 25 ثم تزيد ل 30% ثم عايز ثبات. خلينا نكمل في الجزئيه دي، المستثمر عايز ايه وايه اللي محتاجه، لكن بعد بعد الفاصل. خلاص طبعا. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية مستمرين في تغطية فعاليات المؤتمر الاقتصادي، وكنا بنتكلم قبل الفاصل حوالين النواحي الاقتصادية واحتياجات المستثمر وطبيعة التعديلات التشريعية اللي مصر قامت بيها. لكن خلوني برضو ألخص لحضراتكم زي ما ابتدينا في الأول بالمواقف أو كلمات أشقائنا العرب، في برضو أشياء لافتة ورسائل عايزين نشير ليها، سواء الكلام اللي جه على لسان رئيس وزراء إيطاليا لما اتكلم على أن استقرار مصر هو استقرار المنطقة العربية وأوروبا بأكملها. ممثل رئيس وزراء أسبانيا قال عن مصر أنها ما بتحاربش الإرهاب لوحدها لكن هي معركة للعرب وأوروبا أيضا. وبرضو يمكن كل الأوروبيين اللي حاضرين كلهم بيتكلموا هنا برضو العلاقة ما بين الاقتصاد والسياسة، إزاي أبني على المواقف السياسية الداعمة لمصر في حربها ضد الإرهاب أبني عليه واستفيد منه من الناحية الاقتصادية. إيه رأيك يا معالي الوزير؟
انا بقى بتكلم بالنسبه للبترول واستثمارات البترول. اهم حاجه البترول اللي هو اللي بنسميه الاب ستريم، اللي هو البحث والاستكشاف والانتاج. هو ده اللي بيقول لك عندك ايه، وهو ده اللي هيكمل معاك سنين. الشركات الكبيره اللي بنتكلم عليها هنا موجوده في مصر من بقى لها 50 سنه و60 سنه. عشان تفضل مستمره كل الفتره دي، مصر كان طول عمرها مهما كان وضعها السياسي انما امنه. النهارده الناس فتره معينه كده قلقت شويه، انما اعتقد النهارده الرسائل دي لا، مصر امنه وهتفضل امنه. حتى الشعب المصري احنا النهارده بنسمع يعني القنبله هنا ولا بتاع، ما حدش متخيل ان احنا كان ده يبقى انطباعنا. لو قلت لي من 5 سنين لو في قنبله في مصر كنت هقول لك لا ده انا مش هقدر. النهارده بقى الناس الشعب المصري بيستخف باللي بيعملوه الاخوان، واعتقد ان هو هينتهي. الناس دي قاريه كده ودارسه كده وعارفه ان مصر على المدى يعني الطويل. يعني اللي بيتكلم مثلا عن الشركات قارية الاجنبيه او استثمارات اجنبيه ممكن تتخوف من اوضاع غير مستقره في المنطقه، من تهديدات من الاخوان، من قنبله هنا قنبله هناك، الكلام ده لا يؤثر. رد فعل الدوله، رد فعل الدوله والرئيس والحكومه الحقيقه ان هو ايه، الكلام ده كله هامشي. الدوله مستمره، الدوله يعني النهارده مؤتمر في هذه الظروف، ما فيش دوله في الدنيا امنه تقدر تعمل ده. انت ما بالك في عندك المخاوف دي شويه، يعني احنا عارفين هي ليه وهدفها ايه والدوله مكمله. الشركاء الاجانب قاعدين لان هو بيستثمر بالمليارات. انت حضرتك بتتكلمي على الدول العربيه اللي هو الجي من الحكومات 12 مليار دولار. اتفاقيه واحده بتاعت شمال اسكندريه الانفاق فيها تنميه الغاز 12 مليار دولار على مدى 3 سنين ان شاء الله تخلص، هيبقى عندنا 1000 مليون قدم مكعب غاز. لو عندك واحده زيها هم اكتشفوا اكتشاف اخر، في شركات تانية في اكتشافات في البحر الابيض. امل مصر في الغاز في البحر الابيض هيبقى غالي شويه، بنتكلم 3 4 دولار. ما فيش حاجه اسمها غالي ورخيص، في قيمه، لان انا البديل بتاعي بستورد من بره باكتر من كده، فلازم يكون الانتاج المحلي بتاعي. وما اقلقش من الاجيال القادمه، يعني من الاجيال القادمه لازم اسيبها متعلمه وعندها بنيه تحتيه تعيش فيها، انما انا هشيل فلوسي واللي عندي ما اصرفش منه على اولادي، وبعدين يجوا بعد 20 سنه هيعملوا بيها ايه؟ فلازم في توازن. الاحتياطي البترولي على فكره احنا بنطلع حاجه اسمها الاحتياطي الاولي والثانوي والكلام ده، في لسه الاجيال القادمه. يعني في اجيال قادمه في اللي موجود، وفي الاجيال القادمه هتلاقي تاني. فاحنا بنتوازن نشوف، انما احتياجات الدوله لازم نوفيها. انا بكلم حضرتك على الطاقه عموما، هل الغاز اللي هلاقيه واطلعه ده كله هوديه كهرباء بس؟ في دوله عندها طاقه شمسيه وعندها طاقه رياح وعندها كل حاجه؟ لا. واعتقد المؤتمر مغطي جزء كبير جدا اللي هي الطاقات الجديده والمتجدده. صحيح. تمام. طيب واحنا بنتابع كلمات الحضور النهارده من عرب، جون كيري، الاوروبيين، ارجع لك يا دكتور عبد المنعم، هي رسائل وتاكيد على اهميه ودور مصر، ان احنا مش بندعمكم اقتصاديا فقط يعني منا او لمصلحه مصر، لكن هي مصلحه بالاساس لهذه الدول واستقرار المنطقه بشكل طبعا عام. دي رمانه الميزان. صح. مصر. صحيح. مصر زي ما حضرتك قلت، تفضلت قلت رمانة الميزان. مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط، حتى عدد سكانها إحنا ربع عدد سكان الشرق الأوسط. مصر بالمئة مليون المواطن المصري والمقيمين داخل مصر، لا إحنا قوة كبيرة لا يستهان بها. دور مصر الإقليمي ودور مصر السياسي والاقتصادي وعلاقتنا المتشعبة بالدول العربية والدول الإفريقية دوت بيدي مكانة عالية لمصر، و يعني استعادة النهضة. أنا بعتقد أن مصر بتستعيد دورها الاقتصادي والسياسي من جديد. لو اتكلمنا عن يعني هرجع بس خطوة عشان في مقولة اللي هي احتياج المستثمر. المستثمر عايز لأنه كان دايما احنا بقالنا أسبوع بنتابع الجرايد والإعلام على احتياجات المستثمر والإعفاءات الضريبية، وأنه القانون الجديد ما اداش إعفاءات ضريبية. لا، هو إدى بعض الإعفاءات زي ضريبة الدمغة، ضريبة الإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، لكن الإعفاء الضريبي من ضريبة الدخل وضريبة الأرباح على المشروعات المستثمر نفسه مش محتاجها خالص. المستثمر محتاج ثبات في السياسة الضريبية عشان يقدر يحسب الجدوى الاقتصادية من المشروعات اللي هو بيحققها. أيضا آلية فض المنازعات، يمكن سمعنا من أشقائنا رجال الأعمال السعوديين والإماراتي إنه آلية فض المنازعات اللي كان قبل كده كلها تحكيم دولي، يا إما اللجوء للمحاكم الاقتصادية في مصر، وده بياخد وقت طويل جدا ومصر بتخسر فيه للأسف الشديد. إحنا سمعتنا كانت تكون سيئة شوية في التحكيم الدولي، خاصة الناحية التجارية. يعني مش لكن النهارده القانون الجديد ادى اليه فض المنازعات عن طريق لجان فض المنازعات بمجلس الوزراء، عن طريق مركز تسويه المنازعات بهيئه الاستثمار، عن طريق مراكز تحكيم داخل مصر منها مركز الاقليمي، مركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجاري. اليات التحكيم اللي هي الموجوده في القانون الجديد دي ضمانه للمستثمر، ايضا ضمانه الكبرى اللي هو تحصين العقود
اللي هي التغريب البي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، او ما بين الدوله المصريه بوجه عام وما بين القطاع الخاص او المستثمرين العرب والاجانب وحتى المصريين، ان انا ما يبقاش في يعني حد يعدي كده يقول لك العقد ده في شبهه فساد، في خطا، في طب نلغي العقد، نلغي الاستثمارات ديت. فبيبقى دي يعني بيعول عليها المستثمر انه بينتقص منه، بينتقص من قيمه الاستثمار داخل مصر. ايضا النقطه الثانيه اللي كان المفروض يعني انا عايزها دي من وزير الاستثمار وزير الماليه يتم الاعلان عنها، ان احنا قادرين باذن الله ووضع جدول زمني لحل المشكلات الاستثماريه القائمه حاليا. احنا عندنا مجموعه من المشاكل ما بين بعض المستثمرين العرب وبين الدوله المصريه، تم حل جزء منه، جزء كبير، لكن الباقي لم يتم حله. فانا كان نفسي نحط جدول زمني الاعلان عن المشروعات وان الحجم نقول المشاكل دي هيتم حلها في وقت قريب خلال 6 شهور خلال سنه، ويتم وجود لجنه متابعه لحل هذه المشاكل بصوره وديه زي ما اشار سياده الرئيس. تمام. النقطه الاخيره بس انه مصر دوله جاذبه للاستثمار، لدينا عوامل كثيره، احنا ثاني دوله على مستوى العالم في معدلات الربحيه. إشادة صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير ليه وفقا لمشروعات المادة الرابعة أشاد بالإصلاحات والإصلاحات والإصلاحات وقال لك إن معدل نمو 4% ممكن وإن مصر قادرة على تحقيق 7% خلال 4 سنوات. أيضا إن أنت حضرتك التصنيف الائتماني المصري اللي بدأ يتحسن بعد انخفاض 6 مرات بدأ يتحسن وبدأ ما زال طبعا لم يرتقي المستوى المطلوب، لكن تحسنه مع وجود نظرة مستقبليه ثابته ومستقره دوت بيدي انطباع للاقتصاد المصري. التقرير بتاع صندوق النقد اشاد بالاصلاحات وبالقرارات اللي تم اتخاذها، لكن برضو قال انه لازم نكمل فيها طبعًا ونبني عليها طبعًا. فخليني ارجع لك بقى ايه الخطوات او القرارات برضو المفترض ناخدها في الايام اللي جايه. معالي الوزير، لما بنقول ان قطاع البترول متقدم او وزاره البترول متقدمه بمشروعين في هذا المؤتمر، خمس مشروعات، حضرتك قلت لي 2 في الاول. لا انا قلت 2 الاولانيين كنت بتكلم عليهم انهم في اسيوط. في 3 تانيين بقى، طب يبقى 5 مشروعات. خلينا نتكلم على انا مستهدفه مين، يعني مين الشركات، الجهات، الدول اللي ممكن تدخل في هذه المشاريع وتقدر انها تشيل الموضوع. ما انا بقول لحضرتك عندنا الاصل في الموضوع اللي هو البحث والاستكشاف، اللي هو هيديني المنتج اللي انا هتعامل معاه بعد كده، اللي هو في الاخر انا مستهدف في الاصل المواطن المصري. تمام. اللي هو السوق المحلي. عندي 6 معابل تكرير، مصر فيها 8، فيها 2 على مستوى كويس قوي، فيها 6 محتاجين تعديلات. احنا بنتكلم النهارده الهيئه البترول مقدمه اسيوط، معمل اسيوط، واتكلمت ان في موضوع تاني اللي هو القطاع الخاص عامله مع تمويل عالمي من بنوك عالميه، اللي هو مشروع مستورد اللي هو بتاع شركه القاهره للتكرير. طب يعني في القطاع لا في قطاع البترول القطاع الخاص متقدم بكام والوزاره متقدمه بكام؟ لا العدد القطاع الخاص مفتوح. اللي هي كل واحد عنده فرصه تنميه. احنا بنتكلم عليه الدوله تفتح لمن هو مستثمر عنده انا فرصة بستهدف بقى مستثمر تاني غير اللي شغال عندي في مجال البترول ولا عندي نفس ال 6 معامل تكرير. عندي 2 النهارده بيتعملوا او تم الموافقه عليهم اهو. عندي 4 كمان. ليه يعني ببساطه مشروع مثلا معمل تكرير بيطلع النهارده معمل قديم قوي بيطلع مازوت، المازوت هو ارخص المنتجات. انا عايز معامل تكرير متطوره تطلع سولار بدل اللي استورده من بره وتطلع بنزين. الكلام ده محتاج بتتكلم في مليارات، من 2 ل 3 مليار، انما مربح للمستثمر. فانا عندي النهارده بتكلم على في 2 مطروحين النهارده فعلا، في 4 كمان دي فرصه عمل. المجال الثالث بقى المشروع البتروكيماويات، اللي هو انتاج البتروكيماويات بدل ما اصدر البتروكيماويات، لا بعمل تصنيع، بعمل سلعه اللي هي الوسيطه اللي هي بتبقى مصدر للصناعات بقى الكتير، اللي هي جميع الحاجات اللي في مصر النهارده او في العالم كله كلها اصلها بتروكيماويات، منتجات السيارات والمنتجات المطاعم كل حاجه بتتخيليها الحقن. فالنهارده بتعملي صناعات بتروكيماويات قايمه على الصناعه الاساسيه للبتروكيماويات. عشان كده بقول لك النهارده هل مصلحه مصر ازود انتاج الغاز او اديه كهرباء، ولا ازود انتاج الغاز او اديه للبتروكيماويات؟ المستقبل صناعه البتروكيماويات، لان كل 1 مليون وحده حراريه بيديكي 30 ضعف. طب اوديه كهرباء ولا اوديه بتروكيماويات، يعني برضو اشتغل بيه بالسوق المحلي ولا اشتغل على تصديره؟ لا يعني انا بقول ايهما اجدى للبلد؟ السوق المحلي. السوق المحلي بس تصنيع الغاز، تصنيع عشان المحلي يدي قيمه مضافه، مش في السوق المحلي. ان انا اوديه لو بنتكلم اقتصاديا هتبيعي رخيص ولا عايزه تكسبي؟ طبعا عايزه اكسب. عايز تكسب. البتروكيماويات يعني هي الاعلى في استخدامات الغاز، وراها الاسمده، وراها بيجي التصدير لان اسعاره بتبقى اعلى. اخر حاجه في سلسله استخدامات الغاز هي الكهرباء، لانها ببساطه بتحرقي. لو انا عندي بديل، احنا عايزين كهرباء طبعا، يعني ما بقولش ما نوديش كهرباء، انما الكهرباء عندها بدائل اخرى.
الطاقة الحيوية، طاقة الرياح، طاقة الكهربائية، الشمس، عندك كل ده. احنا بقى بس دي على المدى البعيد شوية يعني، ومحتاجة لسه شغل. الطاقة الشمسية مش على المدى البعيد، لأنه في تارجت بتاع وزارة الكهرباء انها تعمل 2000 ميجا خلال، هو لسه ما تعملوش لسه للأسف، انما دول ياخدوا 6 شهور. وفي شركات كندية داخلة عشان تعمل برضو الأفراد. بطاقة شمسية. في ألمانيا عندها اعتقد من 15 ل 20% طاقة شمسية. والمواطن العادي بيحط النهارده بيحط طاقة شمسية عنده بيبيع للحكومة. بص يا حضرتك، انت في وضع لا يحتمل الوضع التقليدي ولا يحتمل الإجراءات التقليدية. صحيح. ومش هتتحل بمشروعات عملاقة بس. لا تتحل ب 10,000 واحد، كل واحد يعمل عنده طاقة شمسية صغيرة يكفي نفسه ويبيع للحكومة. العالم كله ماشي كده النهارده. فلازم الجهاز الحكومي بقى في الدولة والإجراءات اللي زي ما حضرتك بتتكلم عليها لازم تتسهل بدرجة أكتر ما احنا متخيلين. طيب، وحضرتك بتتكلم برضو على مصادر الطاقة، طاقة متجددة أبني عليها ولا طاقة نووية على المدى البعيد لازم أبتدي فيها؟ أنا أفضل الطاقات المتجددة. الطاقة النووية أنت بتتكلمي على مشروع واحد هياخد 7 سنين. على اللونج ران طبعا لازم أكون بفكر فيه، إنما أنا بفكر النهاردة. النهارده بفكر في ايه؟ بفكر في الكلام صح القادمه. الطاقات السريعه هي ايه؟ الطاقه الشمسيه هي الاسرع، الطاقه الحيويه. في دول يعني بس التكلفه في الطاقه الشمسيه عاليه. لا، هنتكلم على التكلفه. احنا ضحكنا على نفسنا. بمعنى تكلفه الكهرباء بالغاز اعلى من تكلفه باي حاجه ثانيه. انما احنا كنا بنتكلم في ايه؟ الغاز سعره للكهرباء الدوله كانت بتقرر في مجلس الوزراء تسعيره للكهرباء الغاز بدولار. المازوت ب 250 جنيه طن المازوت للكهرباء. هيئة البترول بتكلفه كام؟ الكلام ده من 2009 2010. هيئة البترول بتكلف تكلفة طن المازوت المصري 1000 جنيه، الكهرباء بتاخده ب 250 جنيه. فالكهرباء حسبت الطاقة بتاعتها على 250 جنيه طلعت 30 قرش للكيلو وات، انما الدولة تكلفت اكتر من 90 قرش. كانت الطاقة الشمسية وقتها في حدود 90 قرش. فاحنا بنتكلم ده ماضي. النهارده مفيش حاجة اسمها غالي ورخيص. الغاز الادم مكعب غاز هتوديه للكهرباء ممكن اديله بتروكيماويات يجيب لي 30 ضعف قيمه مضافه لغايه الصناعه النهائيه. تمام. فاحنا ده التارجت بتاعنا. نتوازن، هناخد الكلام ده مش ما اقولكيش بكره هينفع، هناخد على 5 سنين. يبقى انا عملت التوازن، ابني بنيه اساسيه من الطاقه، الطاقه مش بس طاقه حراريه بالغاز والمازوت، لا طاقه شمسيه وطاقه رياح وطاقه طاقه حيويه. في دول البرازيل فيها مدن كبيره قايمه على الطاقه الحيويه. القمامه يطلعوا منها طاقه. بص عليك النهارده لازم ننفتح تماما، مفيش حاجه وافكار جديده وجريئه ونبقى سرعة جدا لان لا وقت للبطء. صحيح. طيب خلونا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مع حضراتكم مره تانية ومع ضيوفنا. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، لسه في أجواء يوم جميل وحدث الحمد لله، يعني نجح بكل المقاييس تنظيميا أمنيا، المشاركة مش بتكلم بس على العدد لكن النوعية، كلمات الحضور ما تم الإعلان عنه حتى هذه اللحظة. برجع لضيوفنا في الاستوديو، بجدد الترحيب بدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق. مرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، لكن اسمحوا لنا نرجع برضو على شرم الشيخ، ومن المهم نعرف برضو الأجواء ونعرف ردود الأفعال. وفي لقاء عمل وزميلي أحمد غنيم مع السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، نتابعه مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. أهلا بكم مشاهدينا، وما زلنا في متابعة مع ردود الأفعال حول المؤتمر الاقتصادي مع الوفود التي شاركت اليوم. مع الآن الأستاذ أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بنرحب بحضرتك يا فندم. في البداية لو انطباع حضرتك عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن جميع الحضور وكلمات أيضا جميع الحاضرين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع نحن نبارك للشعب المصري وللقيادة المصرية تنظيم مثل هذا المؤتمر المهم جدا، والذي يأتي في وقت مهم جدا أيضا، يعني والرسائل التي حملها المؤتمر من خلال الكلمة المتميزة التي ألقاها سيدي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا المشاركين الذين يعني أدلوا برسائل لداخل المؤتمر والمشاركين في المؤتمر وللمجتمع الدولي من يعني رسائل مهمة جدا توحي بأن أو ترسل إلى 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 الجميع بأن مصر واقفة على رجليها، والقيادة العربية تقف بجانب مصر، ومصر تفتح يعني نافذة مهمة جدا للمستثمرين في المجتمع الدولي بصورة عامة
الاستثمار في مصر من خلال يعني تنظيم مثل هذا المؤتمر ومن خلال يعني بعض النظم المهمة جدا التي تقوم بها مصر. معاليك كلام من ضمن أيضا الرسائل التي وجهها المتحدثون اليوم وهي توجيه الرسالة بأن الرسائل السياسية غير الرسائل الاقتصادية، فتعليق حضرتك عليها. في الواقع يعني الرسائل كانت واضحة جدا من خلال أولا الحضور المتميز لمثل هذا المؤتمر، ويعني وقوف القيادات العربية المهمة جدا بجانب مصر وبجانب يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرسائل التي وجهت من الذين ألقوا الكلمات اليوم على المؤتمرين في هذا المؤتمر المهم جدا، والمؤسسات الدولية التي حضرت إن كان مجلس النقد أو إن كان البنك الدولي، بأن مصر ليست وحدها وأن يعني الشعب العربي عازم وبقوة وقوفها بجانب يعني الحكومة المصرية الشجاعة وال يعني الحركة الاستثمارية الاقتصادية في مصر. ضخ الكثير من مليارات الدولارات اليوم سواء من دولة الإمارات أو الكويت أو المملكة العربية السعودية، هذا يعني وله دلالة كبيرة خلال هذا المؤتمر. نعم، في الواقع يعني هذا أمر طبيعي، وهنا هذه شراكات عربية، وهذا يعني منتظر ولا نستغرب هذا الشيء، خصوصا بأن يعني التواصل العربي قديم جدا، والعلاقة علاقة المملكة العربية السعودية كأكبر مستثمر في الشق الاقتصادي في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ودولة الإمارات وكل الدول العربية، فهذه كلها يعني ليست بغريبة، ولكن أيضا نكرر هذه الفكرة بأن هذه رسالة سياسية بامتياز، بأن مثل هذه الأموال التي تضخ وتستثمر تستثمر في مكان صحيح وتستثمر في بيئة متميزة راقية جدا من خلال ما قدمه الشعب المصري وقدمته الحكومة المصرية في فترة وجيزة جدا، نحن يعني لم نكمل السنة وهناك عمل وإنجازات كبيرة جدا قامت بها الحكومة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا استاذ، شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، وعد مرة أخرى للاستوديو. شكرا لزميلنا أحمد غنيم، والشكر موصول طبعا لرئيس البرلمان العربي السيد أحمد الجروان على وجوده معنا في الحياة اليوم وعلى التصريحات المهمة اللي أدلى بيها، وهاخد منها وكلامي لحضرتك يا دكتور عبد المنعم لما أتكلم على البيئة الاستثمارية في مصر ولأي مدى هي جاذبة، وأتكلم على الإنجازات أو الإصلاحات برضو اللي قامت بيها الدولة المصرية واللي محتاجين نبني عليها في الحقيقة، زي ما كنت بقول لحضرتك وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي قالوا المهم إن مصر تستمر في هذه الإصلاحات. فإيه طبيعة القرارات أو الإصلاحات اللي لازم نشتغل عليها في الفترة اللي جاية؟ هي فعلا زي هاخد من كلام رئيس البرلمان العربي إن فعلا مصر دولة جاذبة للاستثمار. إحنا سوقنا مش 100 مليون فقط، لا ده إحنا وفقا للاتفاقيات الدولية مصر عاملاها زي اتفاق كوميسا مثلا على سبيل المثال، الشراكة المصرية الأوروبية، بعض الاتفاقات الأخرى، إحنا بوابة لأفريقيا حوالي 1.5 مليار مواطن في أفريقيا. أيضا مصر البيئة التشريعية بدأت تتحسن، يعني بدأ تحسن قانون الاستثمار بنمط جديد لهيئة الاستثمار في تأسيس الشركات وإجراءات تسهيل الإجراءات، لكن هو المستثمر محتاج زي ما قلنا آلية فض المنازعات وسهولة الإجراءات. النقطة الثانية اللي هو نقدر نقول إنه الجذب ومصر إنها تكون جاذبة إنها من خلال سهولة دخول حركة الأموال وخروجها، وبرضه الجهاز البيروقراطي بقى المصري، خلينا نتكلم بصراحة الموضوع مش على يعني على نطاق الوزارة فقط. احنا قلنا الأهم التطبيق، يعني تبقى القانون بس وقت البيروقراطية أو موظف يعطل لك كل حاجة. في إيد احنا كنا بنتكلم في الفصل على بعض الصغار الموظفين. بحقي في التعليق بس هو لا طبعا من تجربتي السابقة يعني. ماشي يا فندم. الوزير بيبقى عنده بالعكس عنده قدرة عايز ينجح بوظيفته وعايز يؤدي أفضل مهام ليه، لكن يعني للاسف الشديد صغار الموظفين من اول بقى وانت نازل من المدير العام وانت نازل ممكن يعوقل اتخن واحد في الدنيا على انجاز الاعمال المطلوبه منه. تغيير احنا عايزين بقى يعني نعاقب على الفعل السلبي اللي هو عدم قيام الموظف مش بدوره فقط، يعني مش ان هو اخطا، انا معاقبه النهارده يمتنع حتى ان هو امتناعه عن تنفيذ القرار وعن تسهيل الاجراءات وعن تنفيذ الاعمال المطلوبه منه ده يعاقب عليه، ممكن المفروض يتشال من مكانه ويتحط بقى في مكان تاني او يتم فصله نهائيا ويتم تغيير بقى آلية العمل داخل الوزارات الحكوميه. احنا عندنا 6.5 مليون في جهاز الدوله الجهاز الاداري، انا بعتقد ان مصر تمشي ب 800 الف موظف كويس قوي كويس جدا، يعني 800 كمان ده كتير، يعني الولايات المتحده الامريكيه عددها 350 مليون مواطن
ويمكن يزيد اكتر من 420. طب والباقي هتودي فين؟ ما هي دي الاشكاليه. انت عندك يعني اشكاليه كان انت عايزه التدريب بقى، وجود التدريب، وجود ان انا سهل ايجارات، ان انا اكون في حافز ودافع للموظف ان شاء الله اغلي رسوم برضه المستثمر، ما يهموش التكلفه، يهمه انجاز الاعمال، يهمه سهوله الاجراءات، يهمه المساواه. يمكن القانون الجديد عمل تكافل او ضمن او كفل مساواة المستثمر العربي بالمستثمر الأجنبي بالمستثمر المصري، ده كويس، بس التطبيق العملي، التطبيق العملي اللي احنا محتاجينه من خلال جهاز البيروقراطي الموجود في مصر حاليا. طيب تعليقك يا معالي الوزير، ومش بس البيروقراطية التعقيد. كان هيعقب على ما وبرضه في ساعات عندنا الوزير اللي خايف يمضي، يعني الأيادي المرتعشة. ما عندناش حد بيخاف يمضي، احنا عندنا أيدي مغلولة على اتخاذ القرار وليست أيدي مرتعشة. المرتعشة بيكون لو أنت عندك كل الصلاحيات وبتخش، انما انت الاجراءات، شوفي تاشيره اي مسؤول في مصر يقول لك اوافق طبقا لايه؟ الاجراءات والقواعد والنظم والقوانين المعمول بها. يعني موافقه مشروطه، ارجع بقى للحاجات دي كلها. كل واحد للاسف بيكتب كانه بيكتب مبررات براءته قدام حد هو لسه ما يعرفوش هو مين. بس في حضرتك الكلام ده برده مش عايزين نتكلم في سلبيات النهارده. ما هي الطريقه للتنفيذ؟ ما هو الوزير؟ الوزير هو المسؤول الاعلى في وزارته، المحافظ هو الحاكم للمحافظه. هل هو مطلق اليد في الصلاحيات؟ ما فيش حد بيبقى مطلق اليد يعني يعمل اللي هو عايزه، كل واحد بيبقى مطلق اليد في صلاحياته، انما بتحترمي صلاحيات مسؤول. احنا مصر عندنا نظام قائم على الجماعه. كلنا نوافق، اعملي لجنه، اعملي الكلام ده، كل ده بيعطل الناس. انت حضرتك بتتكلم دكتور الرحمن، بس الوضع دلوقتي مختلف شويه. يعني ليه؟ لان انت عندك الكيان الاصلي، الاستراكشر الاصلي للاداره في مصر معمول من ايام المماليك، يمكن ان في واحد لازم يشوف كل الناس بتعمل ايه، ولازم عشان واحد يعمل حاجه لازم اقنع مصر كلها ان انا عايز اغير سعر كذا او عايز اعمل كذا او عايز متر ارض. اصبحنا في مشكله وزادت بعد الثوره التشكل، ان ما فيش واحد قادر يقيم قيمه حاجه، لا حد قادر يحدد سعر ارض قد ايه، ولا وبعدين سيبناها برضو عند الناس. فحضرتك لازم تغير هذا. انت بتشاور هنا على الاشكاليه اللي حصلت في سعر الغاز واتفاقيات صلاحيه مسؤوليه بلا صلاحيه تعني لا شيء. النهارده هل انا بتكلم على محافظين بقالنا سنين طويله في محافظين اختلفوا قد ايه؟ كلهم مش عارفين ينظفوا الشوارع؟ انما ايده مغلوله. اطلقي الصلاحيات، نسخ في بعض، الوسواس القهري اللي احنا عايشين فيه ده مش هيخلينا نتقدم. كلنا خايفين من بعض وكلنا خايفين، لا، المسؤول المصري شريف لازم نديله احترامه ونديله صلاحياته وحاسبه بعد كده طبق ولا ما طبقش. هتلاقي ساعتها حضرتك مسؤول يرفض المنصب. لو انا عندي حرية الآليات بتاعتي لتحقيق هدف معين ممكن أقول أنا ما أقدرش بيني وبين نفسي فهرفض المنصب. إنما بكلم حضرتك على الصلاحيات مطلوبة. النهاردة إيه الفرق بين مشروعات ناجحة جدا في مصر زي مثلا مستشفى سرطان الأطفال كذا؟ اسألي ليه نجح؟ يقولك منحنا الصلاحيات، وكأن منح الصلاحيات هو استثناء. تمام. طيب ارجع للمشروعات والجهات اللي هتنفذ، او حتى يعني الافكار نفسها. لما بتكلمني على مشروعات متقدم بيها قطاع البترول ما بين يعني مشروعات حكوميه ومشروعات قطاع خاص، هنا بتظهر الاشكاليه على طول. هي الحكومه هي اللي تشتغل في ده، ولا اسيب المساله جمله وتفصيلا كده للقطاع الخاص هو الاقدر وهيسهل وهيخلص على طول؟ اقول لحضرتك مش لازم قطاع خاص، المواطن المصري. الحكومه بتعامل المواطن المصري انه مش هو صاحب الارض. الحكومه عندنا بتعتبر انها مالكه للارض. فيوم ما بتدي مشروع بتعتبر انها بتبيع شيء تملكه. اها. الحكومات هي بتدير. اصلا يعني املاك الشعب، المالك هو صاحب السياده، مين هو الشعب؟ تمام. الدوله بتدير. عندنا في البترول مثلا او في الغاز او في الثروه المعدنيه او في الكهرباء حتى. لما بتطلع جهه بتنشئ جهه جديده لاداره موضوع مثلا هيئه البترول، هيئه البترول مالك ومنظم. هي شريك للشريك الاجنبي ومالك في نفس الوقت، هي اللي بتديله موافقات، ففي هنا بيحصل نوع من التداخل. الجهات الحكوميه تبقى جهه منظمه ريجولاتوري بادي، وتسيب الناس تشتغل. تسيب المواطن المصري، ما هو مواطن زيه زي الحكومه. المستثمر الاجنبي ما دام حطيتي قواعد عامه للاستثمار حق الدوله هتاخده، والمواطن اللي لازم يكسب عشان انا اكسب. الفكر كله لازم يتغير. النهارده يوم ما بتحطي لاي جهه حكوميه حقها في اداء العمل عن بنفسها او عن طريق غيرها، بتفضل ان هي اللي تعمل الشغل. تتأخر. النهارده القوات المسلحه شايله البلد. مظبوط؟ الجهاز المدني عايزينه بقى يبقى زي القوات المسلحه. تخيل انت قوات مسلحه النهارده قناه السويس وهي بتشرف على الموضوع. البروجريس بتاعه قد ايه؟ هو قرار بيتاخد بسرعه، مفيش بيروقراطيه، بنفذ بامانه، يعني مفيش معوقات. نفس المقاييس. فعايز تعممها الجهاز بقى. المدني في الدوله
لو حد قال ان هو حر وما بيعرفش ياخد قرار انا اختلف، هو مكبل بكل انواع القيود لاير ورا لاير يعني طبقات. طيب احنا هنا بقى المؤتمر احنا بنتكلم فيه تنويعة فيه يعني صحيح. ما بين الحكومة وما بين قطاع خاص وكل شيء. وعلى ذكر المواطن العادي يا دكتور عبد المنعم بيتابع بقى الأجواء والاحتفالية وشرم والناس والحضور، يقول لك يا بقى خلاص بقى الدنيا هتظبط وهتزهزه وإمتى والكلام ده، وده بسرعة ولا يحصل في خلال قد إيه؟ إمتى المواطن يشعر بثمار اللي حصل النهاردة ويحس بفعل إن حاله تغير؟ إحنا لو في الأول إحنا قلنا الاستثمار في حد ذاته مش هدف، الهدف تشغيل. أنا النهاردة هيتم اتفاقيات وتدشين بداية مشروعات جديدة في مصر بإذن الله، ممكن من المتوقع من 20 ل 25 أو 30 مليار دولار دي كبداية لمجموعة من المشروعات هيتم تدشينها في قطاعات مختلفة في سواء في العشر قطاعات اللي بيتم عرضهم في هذا المؤتمر من الحكومة المصرية. لكن البداية وإحساس المواطن بقى بتحسن الأحوال هيبدأ إمتى؟ لما المصنع والناس هتمضي النهاردة؟ هيبقى ولا في حاجات متفقين عليها، في حاجات متفقين عليها هيتم، في حاجات هيروح بقى اصحابها ما احنا عندنا قطاعات، في قطاعات في اشياء تم الاتفاق عليها بالفعل وهيتم الاعلان وتدشينها في هذا المؤتمر. صحيح. وفي مجموعه من الدراسات والمشروعات هيتم كل مستثمر جاي او كل شركه جايه معاها مستشارينها او هتاخد المشروع بفكرته بدراسه الجدوى اللي الجهات اللي هو تابع ليها يعرضها وياخد الموافقه او يشوف دراسات. ولذلك بنقول عشان المؤتمر ما يتحولش لمكلمه عايزين يبقى في لجنه متابعه بين المستثمر او بين الشركات العالميه اللي جت النهارده وبين الحكومه وبين الجهات اللي هي القطاعات اللي قدمت مشروعات. ليه؟ عشان اعمل اشوف المستثمر احتياجاته ايه. طب انت النهارده كنت معجب بهذا المشروع، ايه التكلفه بالنسبه لك، نظامها ايه، طب انت محتاج عرض تاني او برزنتيشن تاني للمشروع ده ولا لا. طب هم المستثمرين برضو جايين بمشاريعهم ولا هم منتظرين مشاريعنا وهيشتغلوا عليها؟ لا، في مجموعه من رجال الاعمال انا اعرفهم شخصيا لا جايين بمجموعه من المشروعات او افكار لديهم ولديهم رؤيه معينه محدده للاستثمارات سواء العقاريه خاصة بعض الدول الخليجية، لأن هو الاستثمار العقاري بالنسبة له هو ده الهدف أو هو يعني بيميل للاستثمارات العقارية بشكل عام. هنا داخلين بقى على قطاع الإسكان والمشاريع اللي هم شغالين عليها وتنمية المجتمعات العمرانية. صحيح. فمن ضمن ال 35 مشروع في مشروعات بالفعل تم الاتفاق عليها ويتم تدشينها. إحساس المواطن بعد يتم عملية التشغيل وبعد عملية الميكنة ووجود الآلات والمعدات وتشغيل بقى المصانع دي وقيامها بالإنتاج، هنا احساس المواطن بانه هيشتغل. أيوة. هيلاقي فرصه عمل، يبقى هنا نسبه البطاله هتقل، في منتج هيتم توفيره في السوق، هيتم زياده الحصيله الدولاريه نتيجه الصادرات المصريه سواء بقى، لان معظم المشروعات دي ما بتبصش انها للسوق المصري فقط، لا ده انا مصر وافريقيا مصر والدول العربيه، مصر ومعظم المشروعات اللي هتتم مثلا في الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي. فانت عندك بإذن الله من خلال المؤتمر ده المشروعات القطاع العام بس أو القطاع الحكومي، لسه المشروعات والتوسعات اللي بيقدمها بعض رجال الأعمال اللي هم القطاع الخاص سواء كان زي النادي الأهلي مقدم على إنشاء استاد النادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر، بعض المشروعات التانية اللي هيتم عرضها في المؤتمر بيقدمها بعض رجال الأعمال لتوسعات لمشروعات قائمة أو إقامة مشروعات جديدة شراكة مصرية أوروبية أو شراكة مصرية عربية من خلال إقامة ودراسات جدوى المشروعات بيقدمها بعض المستثمرين ورجال الأعمال. مش عارف بعد إذنك ال 35 مشروع دول اعتبريهم نموذج لمشروعات. طبعا. كل مشروع من دول قابل للتكرار. أنا قلت لحضرتك على هيئة البترول مقدمة مشروع واحد معمل تكرير أسيوط. ستة غيره. في واحد شغال فعلا وفي أربعة كمان. مشروعات الإسكان في غيرها، إحنا بنعتبر ده نموذج الإعلان الدولة المصرية مرحبة بالاستثمار في أنا من وجهة نظري كحكومة هم دول المجالات اللي جاهزة قدامي، إنما ده يعتبر نموذج قابل للتكرار. صحيح. أعتقد لو الأمور مشيت يعني إن شاء الله زي ما كلنا بنطمح بإذن الله وزي ما برضو الرئيس لأن هو أعتقد هو واخد الموضوع يعني والبداية مبشرة شديدة جدا، البلد دي ممكن تجري في وقت ما حدش يتخيله. بس ان شاء الله بالعرض بقى مش يعني مش على التوالي، ان شاء الله على التوازي، كل واحد فينا يقدر يعمل حاجه يعملها. نمنح صلاحيات شويه، نسخ في بعض شويه زياده، الاجراءات تقل شويه، ما نخافش هتمشي الدنيا ان شاء الله. طيب بالنسبه للاجراءات برضو والقرارات اللي تم اتخاذها مؤخرا
من أول رفع الدعم أو تخفيض الدعم على الطاقة والمنتجات البترولية، وبعدين البنك المركزي وموضوع الدولار، الضريبة وصلت 22.5% وتم توحيدها، برضو علاقة كل الكلام ده وأنه هو تمهيد للأرض، تمهيد للمؤتمر الاقتصادي. دي مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية اللي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة على المؤتمر، ومن من أول يونيو يعتبر إصلاحات هيكلية وإلغاء الدعم أو مش إلغاء، وهو يعني وضع خطة لتخفيضه على مدار 5 سنوات، بحيث أن أنا أدي للمستحق الدعم فقط، من سواء كان دعم نقدي أو دعم عيني أقدمه له فيه من خلال منظومة الكارت الذكي. أنا أسفة هقطع حضرتك، هنرجع عند الجزئية دي، لكن بدأت فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. طيب، وفي كلمة مهمة كمان لكريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي على ذكر الإصلاحات وإجادة الصندوق بي، نتابع. You have heard many... لقد استمعتم. شكرا. You have heard لقد استمعتم إلى الكثير من الكلمات العظيمة من جانب الكثير من العظماء، وعلي أن أقول أنني مدين للرئيس أنه تناول موضوع النوع الجنسي معي. Monsieur le Président, Majesties, Highnesses, Excellencies, Ministers, Ladies and Gentlemen, it's a great, great pleasure to be in Sharm el-Sheikh and to have been invited to this conference that was first initiated by late King Abdullah of Saudi Arabia. Umm Kulthum, Egypt's iconic singer, the star of the East. نغمة الشرق ومطربة مصر الأولى قالت في أحد المرات: المطالب ما نيل المطالب بالأمان. For those who do not speak, ولمن لا يتحدث this beautiful language, هذه اللغة الجميلة، aspirations cannot فإن الطموحات والأمان لا يمكن التوصل إليها من خلال التفكير والأمان، ولكن من خلال العمل الجاد والمثابرة. وهذا هو وضع مصر في الوقت الحالي. البلاد عليها أن تنفذ طموحات شعبها من أجل مدن أقوى، نظم صحية وتعليمية أفضل، معايير أعلى للحياة ومزيدا من الوظائف. خلال 5 سنوات المقبلة سوف يكون هناك 600,000 شخص جديد ينضم إلى سوق العمل. إن خلق الوظائف لشباب مصر هو مسألة اجتماعية واقتصادية وأولوية بشرية، ويجب أن يمضي ذلك سويا مع استعادة الاستقرار الاقتصادي ومن خلال تخفيض العجز المالي وتخفيض المخاطر الخارجية. هل من الممكن أن نقوم بالاثنين؟ والرد على ذلك نعم، هو ممكن مع الخليط السياسي السليم. وبعض هذه السياسات هي بالفعل في خطة العمل، وبعضها بالفعل يتم تطبيقها بينما نتحدث. إن المفتاح هو أن نستمر في التنفيذ وأن نصممهم على نحو سليم وأن يستمروا. ولذلك فإنني أود أن أتناول 3 أسئلة. أولها: أين نحن في هذه العملية الخاصة بالإصلاح التي تهم إلى الكثير؟ وهذا هو سؤالي الأول. الخبر السعيد وهو أن الرحلة لنمو أعلى هو جاري في الوقت الحالي بالفعل. خلال الشهور الأخيرة كان هناك خطوات واعدة على جبهة الإصلاح، وإصلاحات كان من غير الممكن أن نتوقعها منذ عام فقط. انظروا في ذلك: إصلاح
الدعم في مجال الطاقة والتي بدأت في منتصف 2014 بند طويل الأجل على أجندة الإصلاح ولم يتم تنفيذه أبدا. الحكومة والرئيس السيسي نفسه وشخصيا اتخذ هذا الإصلاح في يده وقرر أن ينفذ وأن يتوجه بسرعة وأن يأخذ الدعم من خلال الشعب المصري من خلال المشاورات الجيدة. And at the same time as the subsidy reform was being implemented, enough cash was made available in order to transfer it to the poor population of Egypt, which needed the support. Beginning the process was a major achievement. Pursuing it and seeing it through is going to be the objective. There have also been great measures in the area of taxation. Nobody likes taxation. There have been increases in excises on tobacco and alcohol, and now a plan is underway for implementing seriously VAT. Why is it important? منظمة التجارة العالمية. لماذا يكون ذلك هام؟ لأن الدخل الغير بترولي لمصر هو يمثل 10% فقط من إجمالي الناتج القومي، وهو منخفض لحد كبير لاقتصاد حديث مثل اقتصاد مصر. وعندما متابعة هذه القواعد سوف تكون أساسية. إذ ننظر إلى الاستثمارات. Clearly, some major projects are already underway. You've all heard about the Suez Canal project. And the fact that this project was financed essentially by the ordinary citizens of Egypt is a testimony to people's confidence and desire to turn things around in the economy. Large projects like Suez, مشروعات كبيرة مثل مشروع قناة السويس إذا ما تم انتقائه وإذا تم بطريقة كفء من الممكن أن يؤدي إلى النمو والوظائف. ولكن هذا ليس رد الفعل الوحيد. من الممكن أن يكون هناك مشروعات أصغر and they can be equally important. The funding of this project cannot only rely on the public purse, it also has to involve private investment, both domestic and foreign. But for that investment to materialize, there has to be confidence. So that's my second question. How can confidence be not only restored, but maintained? Clearly, continuing the reforms is a first order of priority. But there are also other ways to make sure that confidence is restored and jobs are created and investments are made. Let me give you just two or three examples. First of all, the business environment. Where does Egypt rank at the moment in terms of competitiveness when it comes to investments? 190 out of 142. Well, Egypt can and I'm sure will do better than that. With the right policies, the right level of ambitions, Egypt could crack the top 50 in global competitiveness. And with the right reforms, it will. The new investment law is a very good step in that direction. But Egypt can do better than that. It can dismantle some of the inefficient regulations that it has. My colleague from the World Bank maybe will talk about that later. But if you compare how long it takes in Egypt to register property, if you compare how long it takes to enforce a contract, if you compare how long it takes to set up a small company with other countries, the delay, the time frame is way too long, and that can be improved. And I'm sure that it will. Second area is openness to trade. Egypt non-oil exports were only 5% of GDP last year. We heard some of the colleagues in China, for instance, indicated that. Make sure that you can market your products, that you open both ways so that trade can pick up and generate activity. And that's where exchange rate flexibility, which has begun under the leadership of the governor تحت قيادة حكومة البنك المركزي للمصر الذي يستطيع أن يلعب دورا أيضا وأن يدعم النمو والموقف المالي لمصر أيضا.
area, المجال الثالث القطاع المالي. Do you know that هل تعرفون أن 10% فقط من سكان مصر لديهم حساب في البنوك؟ 10% فقط من السكان لديهم حساب في البنوك. من خلال تعميق وتوسيع القطاع المالي ومن خلال التأكد أن مزيد من الناس لديهم بالفعل حسابات بنكية مثل ما يحدث في الهند الآن والهند وكينيا مزيدة سنوات، بالتأكيد من الممكن أن يساعد ذلك الاقتصاد. كان هناك تقدم قد أحرز بالفعل. قانون الاقتصاد المصغر هو خطوة اتجاه سليم، البيئة في العمل وتحرير التجارة وتعميق وتوسيع القطاع المالي هي المجالات التي تولد النتائج الملموسة فيما يتعلق بالاستثمار الأكثر والنمو الأكبر. نمو أكبر، هل هذا كافٍ؟ We've heard sustainable growth. But we know from our studies that to be sustainable, growth has to be inclusive. So how can growth be made inclusive so that Egyptian growth is actually sustainable? But what do I mean by inclusive? Well, it means making sure that all Egyptians have opportunities. Youth. الشباب الغير معاملين في الوقت الحالي، النساء 22% فقط مشاركات في الاقتصاد بالمقارنة ل 77% للرجال، المعوقين أو ذي القدرات المحدودة، الناس الذين تود أن تصل لا يمكن أن تصل مثل الغير عاملين، وهذا ما نسميه الشمولية، ما يعني أيضا تخصيص النتائج الخاصة بالنمو بطريقة تمكن هؤلاء وتمكينهم من الشراكة في الاقتصاد والشراكة في خلق عملية النمو. يتم ذلك من خلال إعادة التوزيع الذكي والعادل للموارد المالية، الإنفاق الاجتماعي على الصحة المطلوبة من خلال دستور هذا البلاد، الإنفاق الاجتماعي على التعليم حتى يكون هناك خليط ما بين التعليم وطلبات العمل في السوق. كل هذه الأمور والكفاءة فيها، كل هذا الإنفاق من الممكن أن يتوصل إلى النتائج من أجل النمو ومن أجل الاستثمار في الاقتصاد المصري. Let me conclude. وأختتم. This is a moment of opportunity for Egypt. With the right policies, its government can deliver on the hopes and aspirations of the Egyptian people. Steadfast implementation of the reforms will restore economic stability, will instill confidence, and will spur jobs and growth. What can we do? We at the IMF, well, we can certainly continue to partner with Egypt as we have. كما فعلنا most recently in a renewed and deeper fashion. طريقة متجددة وعميقة. نحن متوافقين وشركاء ومرتزمون وسوف نستمر بالتزام لمصر بالطريقة التي تطلبها. وقد قلت للرئيس في وقت سابق منذ أنني بعيدة بمجرد اتصال تليفوني وأدرك مدى أهمية مصر. I started my remark with a quote from a fantastic اقتباس من المطربة العظيمة الممتازة المطربة المصرية، واقتبس الآن من السيد نجيب محفوظ الأديب المصري. قال تستطيع أن تقول إن الرجل ماهر من خلال إجاباته، ولكن تستطيع أن الرجل حكيم من خلال أسئلته. كما واقتبس من رئيس وزراء إثيوبيا، هل سوف نسبح سويا أم نغرق سويا؟ وعندما استيقظت ورأيت الشمس في مصر، كنت أول واحدة قمت بالسباحة في سيستين كانت تسبح في البحر الأحمر. نستطيع أننا نستطيع أن أقول أننا سوف نسبح سويا. السيد منكور نادياي وزير الخارجية السنغالي.
دي كانت كلمة كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي، كلمة مهمة زي ما تابعنا مع حضراتكم، ليها علاقة برؤية الصندوق للاقتصاد المصري، الفرص، البيئة التنافسية، تعليقها كمان ورأيها على الإصلاحات والقرارات الاقتصادية اللي خدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. اتكلمت في تفاصيل كتيرة ليها علاقة بالتنمية المستدامة وفرص الاستثمار وإيه اللي محتاجين إن احنا نبني عليه، وزي ما قالت دي لحظة الفرص حاليا في مصر. هنسمع تعليقات حضراتكم على ما قالته كريستين لاغارد، لكن بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية مستمرين في تغطية فعاليات المؤتمر الاقتصادي في يومه الأول. وقبل الفاصل على طول كنا بنسمع كلمة كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي بتعلق على الوضع الاقتصادي حاليا، الميزة التنافسية الموجودة أو بتتمتع بها مصر، برضو رؤية الصندوق للإصلاحات الاقتصادية والقرارات الأخيرة اللي خدتها الحكومة المصرية. لكن قبل ما نتكلم على رؤيتها، اسمح لي دكتور عبد المنعم اروح لسياده الوزير، لانه احنا لينا خبره طويله قوي مع صندوق النقد من بعد 25 يناير، وقعدنا كتير نتكلم على عايزين شهاده ضمان من الصندوق بوضع الاقتصاد المصري كويس، طب ايه اشتراطات الصندوق، الكلام ده كله، ناخد قرض ما ناخدش. فلو رجعنا لورا شويه كده وتقول لي وحدك عصرت هذه المساله، والنهارده بقى وانت بتسمع كريستين لاغارد، انطباعك؟ يعني اعتقد هي موقفها اتغير، صندوق النقد اتغير من ايام قرارات الرئيس السيسي في بداية توليه بتعديل منظومة الدعم. صحيح. انا يعني حضرت فترة المفاوضات ايام حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وكان وصلنا يمكن في يناير 2012 اللي كان الاتفاقية جاهزة، اللي كان مطلوب من صندوق النقد مش قرض في حد ذاته. أيوة. شهادة صلاحية الاقتصاد المصري على سداد القرض المطلوب كان 3.8 مليار 3.8 مليار دولار. انا قعدت مع يعني بحكم وظيفتي وقتها قعدت مع الوفد بتاع صندوق النقد الدولي، هم ما اتكلموش ولا كلمه الحقيقه. يعني انا اللي عرضته رؤيتنا لمنظومه الدعم ايه، ان ده احنا عارفين ان هو مش ده الافضل. احنا الخطه بتاعتنا ان احنا نعدل هذا الدعم، ببساطه كنا بنتكلم على دعم المواطن وليس دعم السلع. يعني احنا كان الفكر وقتها في الحكومه ان مصر بتدعم السلعه مش بتدعم المواطن المحتاج، السلعه بياخدها الغني والفقير والاكثر استخداما من الاقل استخداما، فازاي ترجعي المنظومه لمستحق الدعم هو اللي يحصل عليه. هم سمعوا الكلام ده وقعدوا مع يعني زملاء اخرين وكانوا متفقين جدا، البرلمان اللي موجود وقتها هو رفض. تمام. وهم قالوا ان ده ربا ومش ربا والكلام ده كله، ده كان برلمان الاخوان وقتها رفض المساله. هو كانوا رافضين اي حاجه ممكن تحل مشكله في وجود حكومه الدكتور كمال الجنزوري بصفه خاصه. طيب معلش هقطع حضرتك وارجع لك تكمل فكرتك، بس نسمع برضو مبعوث الرئيس الروسي. بكل نشاط نحن دائما ننظر الى الشعب المصري كشعب صديق وشعب اخ للروس، للشعب الروسي، كما كان من أكثر من 50 عاما من الصداقة بين الشعبين، واستطعنا أن نحقق الأمن ونحل المشاكل أو الصعوبات التي واجهتها الشعب المصري بما فيها التعدين ومجال الطاقة والإسكان، والآن نسير في هذا الاتجاه، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا لأكثر من 5 مليارات دولار، ونحن نرى أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين مصر وروسيا، وأمامنا عمل كبير لكي نزيل هذه العوائق للتجارة وأن نوفر دعما لوجستيا للجانب المصري وأن نقيم منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا، وسنعمل على تحقيق ذلك في القريب العاجل. السياحة الروسية، أكثر من 3 ملايين سائح زاروا مصر في عام 2014، والتبادل التجاري يزيد بنسبة كبيرة. نعمل معا في مجال التقنيات والتكنولوجيا، في تدريب الكوادر والدعم في المشاكل البيئية والاستثمار المشترك. نحن نرى في المناخ المصري الاستثماري أن هناك إمكانات كبيرة، نرى أن هناك إمكانات كبيرة في الاستثمار في مصر
وفي مجال الأعمال المصري سيعمل المستثمرون بكل راحة وبكل طمأنينة في السوق المصرية. أمامنا عمل كبير كي نحقق المشروعات الاستثمارية بشكل مشترك، وقد ساهمت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر في دفع هذه العملية ودفع التعاون، ووقعت العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مثل الطاقة النووية وتحديث المحطات الكهربائية في مصر والوصول إلى مصادر للطاقة نظيفة وصديقة للبيئة. نعمل مع الجانب المصري في مجال الاستخراج والتنقيب عن البترول، فالشركات الروسية تقوم باستخراج 20% من النفط التي ينتج في مصر، ونعمل في كل المجالات. الحديث هنا يدور عن تعاون في كل الاتجاهات في مجال إنتاج السيارات وتجميع السيارات والشاحنات، و نحن نعلم أن هناك إمكانات واسعة أمامنا كي نعمل سويا. هناك العشرات من المشروعات التي يمكن أن نساهم فيها في شكل جاد. هناك أكثر من 160 مشروعا استثماريا مصريا نحن نتابعهم بشكل قريب. هناك العشرات الآن في الوفد الروسي من كبرى الشركات الروسية التي تعمل في مجال الطاقة، الصناعة، التعدين، الإنتاج، وهم مستعدون على العمل بشكل نشط مع الجانب المصري في تنفيذ هذه المشروعات القومية. السادة والسيدات الحضور، هذه الأرض المصرية، إنها أصل الحضارة، إنها مهد الحضارة للعالم أجمع. هنا ولدت الحضارة، ويجب أن نكون معا ونعمل سويا كي نحقق السلام على هذه الأرض المباركة. يجب أن ندعم الأمن المصري، فهنا تلتقي أوروبا وآسيا وأفريقيا. سنعمل بكل جهد معكم كي نحل كل المشاكل وكي نواجه التحديات التي تواجهكم من أجل اقتصاد قوي. إن المؤتمر الذي يقام اليوم مهمته الأساسية أن نشترك سويا، أن نجمع دوائر الأعمال في بلادنا كي نحل كل العوائق والصعوبات. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الرائع. أشكركم وأتمنى لكم النجاح وأتمنى أن تدوم الصداقة بين شعبينا. شكرا جزيلا. طبعا دي كانت كلمة مبعوث رئيس روسيا مبعوث بوتين في المؤتمر الاقتصادي، وقبله كنا بنتكلم، وهو طبعا وزير التنمية الاقتصادية الروسي، وكنا قبله كمان بنسمع وزير مالية فرنسا. ويمكن كل كلمات الحضور ماشية في نفس الاتجاه، انه احنا حريصين على العلاقات مع مصر. علاقتنا مع مصر علاقة مهمة لاستقرار المنطقة، واقفين مع مصر في اقتصادها، وهندعم هذا الاقتصاد لانه لصالح منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. لكن خلوني قبل ما أرجع لضيوفنا، وكنا بنتكلم على كريستين لاغارد وصندوق النقد ورؤيته لهذه الإصلاحات، كيري، لما كنا بنتكلم على جون كيري وكلمته النهاردة، ويعني لما اتكلم على أمريكا بدل ما يتكلم على إسرائيل بدل ما يتكلم عن مصر والكلام ده كله، وهقول لكم بس، لأن هو ساعتها قال قدام اجتماع غرفة التجارة والصناعة الأمريكية، قال إن أمريكا حريصة على مستقبل إسرائيل. فساعتها طبعا كل القاعة انفجرت بالضحك طبعا، لأنه في القلب طلع على طول. فالسفارة الأمريكية في القاهرة طلعت على طول وتويت على حسابها الرسمي، قالت إن كيري أشار إلى بلد خطأ في حديثه، لكن طبعا كان بيقصد دعم والاستقرار ومستقبل مصر وليس دولة أخرى ذكرها بالخطأ صباحا. بيعتذروا يعني وبيتتركوا هذا الخطأ. وجون كيري بعد ما غادر على طول وبعد ما خلص كلمته على حسابه على تويتر برضو عمل تويتة كده، قال اعتذر وقال انه كان بيقصد طبعا مصر مش إسرائيل، وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على انعاش الاقتصاد المصري. ارجع لك معالي الوزير، حديث عن الاقتصاد المصري وإنعاشه، يعني رؤية الصندوق، وكنت بتكلم فكرة حضرتك فيما يتعلق بالصندوق ورؤيته ما بعد 25 يناير. كان طلب الصندوق مش إجراء تعديلات في منظومة الدعم، إن هو يشوف نية الحكومة أو خطة الحكومة في إنها بتفكر في هذا الموضوع ولا لا.
أعتقد هو يعني الحقيقة ده متوافق، لأن هو فعلا الدعم بسياسته اللي استمرت 10 سنين أو 15 سنة ما كانتش هي الأنسب للمواطن المصري. مصر أنفقت فلوس كتير جدا وكونها تحولت لدعم سلعة من دعم مواطن. فالنهاردة اللي حصل مع بداية تولي السيد الرئيس في يونيو الماضي أعتقد أن ده كان توجه قوي جدا. هي ابتدوا من أياميها صندوق النقد الدولي بيبقى رسائله إيجابية، هو شاف في حركة، شاف في الاقتصاد هيبقى مش موجه كل موارد الاقتصاد بتروح لدعم سلع محددة والباقي كله خدمات ما فيهاش، هيحصل نوع من التوازن. بس الشيل الدعم كان قرار جريء، يعني كان على مدى كل الحكومات المتعاقبة كانت خايفة أنها تاخده علشان رد الفعل والبعد الاجتماعي. لكلمة السيد الرئيس لما قال كده أنا لم أقبل هذا العجز في الموازنة، لأن العجز ده هو حركة الدعم ده فلوس مين؟ فلوس المواطن. فأنت يا بتحطيها دعم بنزيني يا بتحطيها دعم خدمي، هو ده العقل وده مصلحة الدولة. الرئيس فضل مصلحة الدولة وقال للناس الكلام ده، واعتقد الناس تقبلته بمنتهى الواقعية يعني. طيب كريستين لاجارد برضو اتكلمت دعم الضرائب الاستثمارات والاصلاحات اللي بتتم، قانون الاستثمار، القطاع المالي، شايف الكلام ده ازاي؟ هو المصالح تتصالح، احنا كنا من سنتين ثلاثة بنتحايل عليهم عشان ناخد القرض، ربما كانوا بيعولوا على السياسات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، وكانوا بيعولوا عدم وجود مجلس النواب او مجلس الشعب موجود في مصر بعد حل مجلس الإخوان. قعدنا حوالي نقول سنة ونص مفاوضات بيننا وبين الصندوق النقد. النهاردة صندوق النقد الدولي بيتودد لمصر بمشروعات، بيتودد لها بعمليات تمويل يرغب في تمويلها لمصر، لكن هي من خلال الكلمة اللي تم إشارة إليها لجارد يمكن قالت بعض المعلومات يمكن أنا بعتقد أنها غير صحيحة، مثل مثلا أنه 10% من المصريين فقط لديهم حسابات في البنك. اولا التقسيم الجغرافي او التقسيم السكاني لمصر احنا 90 مليون صحيح، بس احنا معظم سكاننا اطفال وشباب، لكن الكبار اللي هم ما يعني اللي هم المفروض يبقى عندهم حسابات بنكيه وتعاملات بنكيه هم في رينج ال 25 30 مليون مصري فقط. فلو قلنا ال 10% 9 مليون، لا 9 مليون دول يمثلوا 30% من اللي هو الشريحه اللي هي بتتعامل مع البنوك، اضافه الى ان التعاملات احنا عندنا تعاملات في مكاتب البريد لمكاتب التوفير ديت اللي بيتعامل معها معظم الاقاليم، ودي تعتبر وسيله بنكيه زيها زي البنوك ربما باختلاف بسيط في ادارتها او ما الى ذلك. فدي المعلومه دي خاطئه، لكن هي بتحاول تقول انه في تعاملات في الاسواق المصريه بدون تعاملات بنكيه، يعني فيها معاملات بتشير الى الاقتصاد غير الرسمي الموجود في مصر واللي بيتزايد يمكن يوصل ل 50 او 60% من حجم الاقتصاد الرسمي. ايضا هي اشارت الى قوانين والسياسات الضريبيه والاصلاحات بزياده الضرائب على الدخان على الكحول ما الى ذلك. ايضا اشارت الى انفتاح مصر وان مصر دوله جاذبه، وان مصر خلال الفتره القادمه تستطيع ان تحقق معدلات نمو عاليه. احنا معدلات النمو اللي بنحققها حاليا 2.8 تمام، متوقع خلال السنه الماليه الحاليه اللي هي 2014 2015 نصل ل 3.9 على 4% تقريبا. طبعا ده بفضل سياسات اصلاحات هيكليه في الموازنه، بفضل نقول حركه نمو وجذب استثمارات جديده خاصه في مجال البترول، في مجال السياحه اللي بدات تنتعش، بدل ما كنا بنتكلم في 2 مليار و3 مليار دخل السياحه يمكن 2014 قفل على 7.5 مليار دولار لدخل السياحه، ومن المتوقع في خطط وزاره السياحه انه يزيد ل 10 مليار خلال السنه الماليه الى الحاليه. فدي كل دي عوامل بتؤدي الى زياده النمو هو اهم حاجه. كمان واحنا بنتكلم على معدلات النمو، طبعا انا بشكركم على ان انتم كنتوا موجودين معانا النهارده لتغطيه حدث اهم بكل المقاييس، واحنا بنتكلم على معدلات النمو توصل هذا النمو ان شاء الله لمستحقيه. دايما كانت دي هي عندنا الاشكاليه، ان المواطن العادي يشعر بثمار هذا النمو، وان كل القطاعات اللي محرومه واللي محتاجه شغل كبير تشعر بالمساله دي، سواء بنتكلم على التعليم على الصحه كل حاجه في البلد. نقدر نقول بداية موفقة، بداية حقيقية النهاردة، نقطة انطلاقة إن شاء الله محتاجين نبني عليها، محتاجين نشوف شغل مش بس من الدولة المصرية والحكومة وكل الأجهزة، لكن حتى المواطن العادي هو شريك في اللي بيحصل ده، هو اللي هيشتغل، هو اللي هينفذ المشروعات إن شاء الله اللي هتحصل دي، هتتبني يعني على إيدينا وإحنا اللي هنبقى دراع مصر. مؤتمر اقتصادي أصح دراع مصر، لكن المواطن المصري هو ده اللي بيعول عليه في الأساس. أنا بشكركم مرة تانية على كنتم موجودين معانا النهاردة. النهاردة أولى فعاليات أو اليوم الأول في
المؤتمر الاقتصادي اللي مستمر 3 ايام. طبعا شبكه تلفزيون الحياه مستمرين مع حضراتكم في المتابعه، تغطيه خاصه سواء في الحياه اليوم او مع زمايلنا على مدار يعني اليوم باذن الله في الحياه الان وغيره، وزمايلنا الموجودين في شرم الشيخ اللي بنتابع معاهم بس حي على الهواء مباشره بشكل مستمر. بشكر حضراتكم، بكره يوم جديد في الحياه اليوم، ندعي لمصر ربنا يوفقنا والبلد تقف على رجليها يا رب. We'll be right back.